نرحب فيكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم بين الشوطين اللي يأتيكم من استاد جابر من الساعة 12 للساعة 1:30 من يوم الأحد للخميس. راح نطلع شوي من عرف البرنامج لأن عرف البرنامج أنا دائما كرة القدم، لكن اليوم لا، راح نتوزع معاكم على أكثر من اتحاد رياضي. بالنهاية الرياضة ما هي كرة قدم، أكيد الرياضة تشمل جميع المسابقات الموجودة، فبالتالي اليوم راح نسلط الضوء على عدد من الاتحادات وممثلينها الموجودين معنا داخل البرنامج، وبالتأكيد كرة القدم جانب مهم وأيضا راح نسلط الضوء عليها. أول شيء نرحب بضيوفي اللي تواجدون معي داخل البرنامج، أخوي خالد الفضلي رئيس اللجنة الفنية باتحاد كويت لكرة القدم، حياك الله يا أبو مرزوق. الله يحييك يا إبراهيم، مسي وصبح عليك وعلى الشباب الضيوف وعلى المشاهدين الكرام. حياك الله. أيضا أخونا العزيز أبو علي سطام السهلي رئيس اللجنة الإعلامية، حياك الله أبو علي. حياك الله، رحب فيك ورحب في الأخوان الموجودين بالاستديو. مو استديو، بالاستاد. بالاستاد. استاد جابر. يا استاد. والله نفتخر فيه وفخر لنا أن نتواجد فيك اليوم. الواحد يعني كحل عيونه لما يشوف وتغيير، بس عبد الكريم مو عاجبه الجو شوي، عنده احتجاج. عبد الكريم هذا المعرس ما راح يعجبه شيء. أخونا العزيز فهد نافع عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو، حياك الله أخوي فهد. حياك الله. مدير فني. مدير فني. حياك الله. حياكم الله وحيا الاخوان، وشرفنا نكون موجود بينكم. جودو ملعب كرة قدم، ها؟ جودو ملعب كرة قدم أول مرة تصير. لا لا تستاهلون أنكم تواجدون معنا لأن نبي نسمع منكم في أمور كثيرة الواحد وده يتكلم فيها. معرسنا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شهر عسل ست شهور. من قال شلون؟ هذه شام طلعها. عبد الكريم الشمالي رئيس القسم الرياضي بجريدة الجريدة، حياك الله. الله يحييك ابراهيم، ارحب فيك وبالمشاهدين الكرام وبالاخوان الموجودين معنا الليله. حياك الله. شلون الجو وياك؟ والله بقى بس ان شاء الله. انت بتصير مثل بنوار راعي لندن يعني. لا موجود ومرزوق ان شاء الله بتينا الهبوب الحين. الله. هذا غزل على الهواء ها؟ والله ما يندرى هو غزل وضرب تحت الحزام، ما يندرى ابو كارم ما نعرف. ايضا اخونا العزيز عبد الهادي العريان المدير الفني باتحاد السكواش، حياك الله اخو عبد الهادي. الله يحييك، يشرفني أن أكون موجود معكم في هالبرنامج ومع ربع. حياك الله. سلام. حياك الله. أخونا العزيز أيضا حسين عباس مدير فني في اتحاد ألعاب القوة، حياك الله يا أخوي حسين. الله يحييك وحيي إخواني معاي في هذه الحلقة ويعطيكم العافيه. حياك الله. خلينا نبدا بس اليوم لان كان معنا ايضا كاس السوبر للاشبال اليوم ابو علي، ولا الناشئين؟ ناشئين امس. لا لا اليوم الاشبال. امس الشباب. امس الشباب. واليوم؟ اليوم اشبال. الاشبال. اليوم الاشبال. القادسيه والكويت. فازوا القادسيه، مبارك لهم طبعا ضربات ترجيح، نقول لهم مبروك. ايه كانت 2-2 ولعبوا ركلات ترجيح. 4-2 انتهت. انتهت 4-2. اعتقد عندنا لقطات راح نشوفها من المباراه. ان شاء الله ابو كارم القادسيه يعني بالمراحل السنيه مع النادي الكويت موجودين في 3 مباريات نهائيه بالسوبر. السنه السوبر كويتاوي قدساوي، وشيء جميل يعني ان احنا قاعد نشوف حتى محاوله تعويض المراحل. الكويت فاز في الدرجه الاولى. الدرجه الاولى هنا. نعم. على المرحله الشباب القادسية تفوق اليوم الأشبال. بالأشبال أيضا القادسية، لكن كون أن السوبر انحصر بين الناديين هالسنة في كل المراحل قاعد يعطي ندية أكثر، وهذا شيء جميل وشيء يشكرون عليه الإخوان يعني في اللجنة القائمة في إدارة اتحاد كرة القدم بأن السوبر لكل المراحل في هذه السنة. أيضاً يعني الشيء بالشيء يذكر يعني اليوم لما نتكلم عن وجود القادسية في كل مراحل مباريات السوبر، هذا دليل تفوق الفريقين واهتمامهم في قطاع كرة القدم وأيضاً منافستهم على مستوى كأس تفوق كرة القدم العام. فبالتالي يعني هذا دليل نجاحات القائمين في الناديين على كل المراحل السن العام وايضا المراحل السنيه. امس نقاشنا انه وين باقي الانديه؟ احنا كقائمين على الوضع الحالي لا والله نتمنى دخول اكثر من نادي طرف في هذا الجانب، لان لما تزيد شريحه المنافسه عندك
كل المنا... يعني كل المنتخبات تستفيد، مسابقات الرسميه كلها راح تثيرها اكثر في الجانب النديه وحماس والمنافسه. لما تنحكر بين فريقين، اذا احنا نخطط لمصلحه الرياضه والكره الكويتيه لابد ان شريحه المتنافسين تكبر بشكل اكبر. فنتمنى يعني نتمنى الانديه الاخرى ان تحذو حذو القادسيه والكويت في تطوير مراحل في ترتيبات معينه. ابو مرزوق، نعم كان في ترتيبات. اليوم لابد ان نشكر يعني القائمين على في وزاره الاعلام على راسهم وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود، وايضا مدير كويت سبورت الاخ عادل عطله، كانوا متعاونين ويانا وسهلونا امور. يعني اليوم في اول مره في تاريخ الكره الكويتيه ان تنقل مباراه السوبر بالنسبه للاشبال، وايضا نقلت الشباب امس، وراح يتم نقل الناشئين يوم الجمعه. وبالتالي هذا ايضا تعاون كبير من وزاره الاعلام معانا، ساهم بان المباراه تطلع بشكل مميز. اشكر اداره الناديين على تعاونهم، ايضا ظهور المباريات السابقه، وننتظر ايضا على اي ملعب ابو مرزوق؟ على ملعب الكويت. هنا ايضا لابد ان نشكر الكويت القادسيه انه يعني تم الاتفاق فيما بينهم ان مرحله الناشئين اللي اليوم كانت في ملعب الكويت، مرحلة الأشبال اليوم، والناشئين راح تكون على ملعب الغاتسية يوم الجمعة. فتم الاتفاق بينهم أن مباراة تكون على ملعب الكويت، ومباراة تكون سوبر على ملعب الكويت وسوبر على ملعب الغاتسية. سطام، أنا بأخذك مو بصفتك وجودك بالاتحاد، أخذك كنابد رياضي. وجود فقط الغاتسية والكويت دلالة هناك، من أكيد هي تدل أن الغاتسية والكويت هم اللي يعملون، لكن وين باقي الأندية؟ شوف، يمكن لو ترجع اخر 8 سنوات المنافسه يمكن 90% في كره القدم بين الكويت والقادسيه في كل المراحل، وهذا امر طبيعي نتاج ان مجلس الادارات يدعمون صراحه الانديه. ممكن تقول وين الانديه؟ نقول لك في انديه غايبه نهائيا عن تطوير المراحل السنيه بصراحه. يمكن اذا بتسال، يمكن اكبر سؤال نسال اليوم العربي، وين المراحل السنيه اللي قبل ننافس؟ كاظمه وينه؟ السالميه يمكن بدا يشتغل من العام، شفنا شوي منافسه بس ما في نسبه طويله للدوري. بعض الانديه، كان النصر كان مميز في المراحل السنيه قبل، الجهره كان مميز، نادي الشباب كان مميز، الساحل كان انديه مميزه. احنا في يوم من الايام كان نص منتخبنا الاولمبي من الساحل، يعني قريب، يعني مو بعيد، ترى قبل 8 سنوات لعبنا مره مباراه منتخب الاولمبي 5 لاعبين نادي الساحل. صحيح. وايضا لعبنا مره كانوا 3 أو 4 من لاعبين الجهره. لذلك احنا نتمنى شويه تركيز، اذا انت بتبني صح تبني مراحل سنيه، ما تبني فريق اول. يعني خلينا نتكلم صراحه، قاعد نشوف انديه كبيره قاعد تجيب لاعبين كمل الفريق. ليش؟ لان عنده خلل تحت، عرفت؟ يعني عنده خلل حيل. ممكن من العام بدا العربي شوي يهتم في المراحل السنيه، اسسوا لهم فريق الحين في الناشئين جيد، السالميه بدوا يركزون على المراحل السنيه، الجهره بدا يركز على المراحل السنيه. ليش؟ لان اكتشفوا انك اذا بتجيب لاعب، تجيب لاعبين، ما تسوي فريق. فريق اول ما تسوي، حتى لو تسوي فريق ما يعطيك نفس طويل الدوري كله. واكبر مثال نتكلم السالمية، الموسم الماضي استطاعنا ياخذ لقب الكاس بس ما قدر ينافس الكويت والقادسية بالدوري. العربي قبل سنتين نافس، لكن في الامتار الأخيرة يعني خلينا نقول قطع انفسها الكويت والقادسية، لأنه صار ضغط عليه آخر مباريات. طيب، خل ناخذ ونشرك حتى الرياضات الثانية. احنا نتكلم عن القادسية والكويت وكرة القدم. بالجودو، الجودو المنافسة محصورة بين تقريبا 3 أندية الموسم الاخير، اللي هو القادسيه والكويت صليبيخات. طبعا صليبيخات هو متصدر، والمنافسه بينه وبين نادي الكويت. القادسيه ينافسهم، خدمت على سبيل المثال الثالث كاس تفوق العام السنه هذه. كم نادي قاعد يشارك بالجودو؟ تقريبا عندنا 12 نادي شارك. 12 نادي، منو اللي غايب؟ الغايب النصر في الجودو، يعني في انديه غايبه، في انديه ناديين. ناديين ناديين. والمشاركه في كل المراحل السنيه؟ تقريبا في كل المراحل السنيه موجوده المشاركه. الموجوده غاب السنه هذه نادي الفحيحيل لمشاكل مع اللاعبين او الاداره. نعم، مع ان كان بس عندهم تقريبا نفس الحاله. ها، القادسيه والكويت. الكويت القادسيه السالميه يدخل منافس. لكن القادسيه والكويت الابرز. الصليبيخات والكويت. والصليبيخات هم 3 أندية، السالمية يدخل منافس معاهم. بس الموسم اللي طاف صليبيخات كويت حلو قادسية. خلينا نشوف السكواش. السالمية اكيد منافس بالنسبة حق السكواش. احنا عندنا 12 نادي مشارك في السكواش. السالمية منافس في السن العام مع اليرموك، زين،
وعندنا اليرموك ينافس 11 و13 و15 مع القرين. القرين العام في بطوله في موسم 2016-2015 كان كاس التفوق العام، خذ كاس التفوق العام، والسالميه كان المركز الثاني. عندنا نادي الكويت ينافس على 19 و17، عندنا نادي خيطان ينافس على 15. في تنوع. اي نعم في تنوع. اي عندنا يعني عندنا العربي ينافس على 13 و15 و17 و19. حلو حلو. طبعا لعبة الاسكواش الملاعب موجودة من 1951. لعبة قديمة وتاريخ كبير. لعبة قديمة، بس احنا الاسكواش من 1969 لما كانوا الاتحادات ثلاث اتحادات العاب المضرب. في 84 انفصلوا الالعاب الثلاثة، التنس الطاولة، تنس الارضي وتنس الطاولة والاسكواش. طبعا في 2004 لاعبين عبد الله مزين وعلي الرامزي وناصر الرامزي، نعم، وسالم مرزوق طلعوا المركز الرابع في بطولة العالم. هم يعني ما شاء الله في المنتخبات، في المنتخبات على مستوى المنتخبات. وما شاء الله يعني السكواش دائما يعني، نعم، انت تتكلم بتاريخ، تتكلم طارق العويش، تتكلم فاخر السيد يعني، نعم، بالثمانينات. نعم. غريب. وبعدين وصل من 94 احنا منافسين على البطولات. صحيح. يعني اي فئه نروح نجيب فردي وفرق. اتحاد السكواش موقف؟ موقف؟ ايه دوليا. دوليا دوليا اسيويا بس خليجيا وعربيا لا. العام راح نتكلم فيها هذه، راح نتكلم بس فيها. نبي قصه الملعب 51 وين كان؟ بالاحمدي؟ كان في الاحمدي، شركة كان في ثانويه شويخ. لا الملعب اللي قالوا واحد سنه 51 يعني قرينا المعلومه هذه، كان في شركه البترول. ايوه في البترول الانجليزي اللي كانوا يلعبون. ايوه حتى بالهذا ثانويه شويخ في ملاعب حتى الانجليز والاجانب كانوا يلعبونها. احنا قبل لما كنا نروح نطالع مباراه نهائي كاس الامير او هذا كنا نروح نضحك عليهم. ليش؟ نقول شنو هذا اللي قاعدين ويطقطقون بالكره وصاكين الباب عليهم. خلينا نشوف العاب القوى بس عشان نختم هالسيجمنت. العاب القوى المنافسه والله يعني تقريبا محكوره بين ناديين الكويت والغاتسيه بعد. ايه محكوره يعني الدرع لو الابرز هم. لكن في انديه يعني عندها تزود المنتخب. الشباب الشباب كان من الانديه الرائده في العاب القوى، الحين بدا يرجع. تمام. كان يعني من ابطال النادي الوحيد اللي اخذ بطوله انديه الخليجيه. الغاتسيه والكويت تسيدوا بالفتره الاخيره. اي الغاتسيه والكويت، لكن في انديه ثانيه مثل الساحل. التضامن يعني احنا ننظر حق العاب القوى كمسابقات من يعني يطلع لاعبين حق المنتخب. نعم. يعني ممكن انك تاخذ انت البطوله بس ما قاعد تزود المنتخب باي لاعب. يعني انا اعطيك على سبيل المثال نادي التضامن عنده يعني بالدرع يمكن السابع ولا حصل على اي بطوله في الموسم، لكن ابرز لاعبيننا من المنتخب من نادي التضامن. مثل علي الزنكوي، عيسى. صحيح. الزنكوي. صحيح. ابراهيم سيار. فما هو مقياس يعني محمد العازمي اي نادي؟ القادسية. القادسية. ما هو مقياس يعني اذا خذيت يعني المقياس احنا نقيسه كاتحاد مدى استفادتنا من اللاعبين والخامات. حلو. يعني هذه البداية بما أننا تكلمنا عن موضوع القادسية الكويت، ونشوف القادسية الكويت ترى ثلاث اتحادات أيضا مسيطرين وموجودين بحكم منافستهم إبراهيم كاس التفوق العام. وأنا أعتقد أن هذه واحدة من الأشياء اللي لازم تتغير. فكرة كاس التفوق بهذا الشكل هي اللي قاعد تعطي أيضا الاحتكار البطولات لناديين وضعف اهتمام بعض الأندية في بعض الالعاب. يعني هذا الكلام ابو كارم الواحد كان يعتقد ان انا واحد من الناس كنت اعتقد المنافسه بس بكره القدم، بس الحين اشوف لأن انت لو بتشوف كاس التفوق العام يعني خصوصا بعد دخول الكويت اخر خمس سنوات اخر خمس سنوات وفوزه بكاس التفوق
واحتكار لكأس التبوك في آخر 5 سنوات والآن طيب. محاولة القادسية للعودة إلى يعني المنافسة من جديد، أنا أعتقد هذه تعطيك مؤشر على أن الاهتمام في مجمل الألعاب ممتاز ممتاز. طبعا مو سهل ترى، بس بوضح نقطة دقيقة بلو. حتى لو أنت نادي وتبي تنافس كأس التفوق، مو أي مجلس إدارة يقدر عليها، يعني مو أي مجلس إدارة، لازم يكون مجلس إدارة أول شيء قادر إداريا، قادر فنيا، قادر ماديا. الناس يعني مسابقة واحدة مو هو قادر عليها. نتكلم عن لذلك أنت تسوي منظومة كاملة خاصة بالألعاب الفردية. تتكلم عن قوة عنده 35 نقطة. مكلفة إلى بالإضافة إلى آلية عمل. لا تبحث عن أبطال. أنت تبحث عن أبطال. أولاً أنت لابد إنك تعمل في شقين. إحنا لما نقول اليوم سيطرة القادسية الكويت على كرة القدم في جميع المراحل، معناتها إن في عمل بعيد المدى. صحيح. في المراحل السنية، وفي عمل قصير المدى على مستوى الفريق الأول وفريق الشباب. خلنا نقول إن الاحتياجات اللي يحتاجها حاول أطعم من داخليا وخارجيا من المحترفين، وهذا اللي قاعد نشوفه بالقادسية والكويت في ال10 سنوات صحيح. الأخيرة صحيح. إن في عمل قصير المدى مبين نتيجته على مستوى الفريق الأول، وعمل طويل المدى على مستوى اليوم. لما تتكلم تعال شوف البراعم، شوف الكشوف، أكثر ناديين عندهم كشوف بالبراعم القادسية والكويت. عشان هذه يعني المطبخ الأساسي اللي طلع لك المواهب. عشان بس ما نتفرع أكثر، ودي نتكلم بهالموضوع لأن عندنا تقرير، بس خلوني أبارك طبعاً لنادي القادسية مرة أخرى، فوزهم اليوم كأس سوبر، أبارك للاعبين وجمهور، وأبارك لأخونا العزيز رفاع الدحاني وفيصل الشمري، أكيد جهدهم واضح أمس واليوم، أعتقد إذا بالأرقام والبطولات أكيد هذا الجهد الواضح. ما أنسى مدربنا الوطني العزيز الجميل محمد النمش مدرب نادي القادسية اليوم، ونبارك لهم مرة أخرى. تقريرنا راح يتكلم عن الاتحادات الرياضية والمشاركة خارجيا، ممكن يشاركون خارجيا، نشوف التقرير ونسمع الإجابة من ضيوفنا. ليس هناك أجمل وأصدق من تغليب المصلحة الوطنية لتكون وحدها فوق كل اعتبار. هكذا خرج الاجتماع الأول الذي ضم الهيئة العامة للرياضة مع الاتحادات والأندية المحلية، حيث اتفق الجميع على ضرورة النهوض مجدداً برياضتنا والعودة بها إلى الأسرة الدولية. ورغم استمرار إيقاف النشاط الرياضي المفروض على الرياضة الكويتية من جانب المنظمات الدولية، إلا أن القائمين على الحركة الرياضية رفعوا راية التحدي في محاولة جادة لكسر الحظر المفروض على رياضتنا من خلال تمكين المنتخبات والأندية وأبطالنا من المشاركة في البطولات الخارجية، بشرط أن يتم ذلك تحت العلم الكويتي. وكشف مقترح الهيئة الذي أفصح عنه نائب المدير العام لشؤون الرياضة الدكتور حمود فليطح أنه بوسع رياضتنا المشاركة في البطولات الخليجية والعربية والإسلامية التي لا تخضع لسلطة المنظمات الرياضية الدولية، في محاولة لتوسيع دائرة النشاط الرياضي والذي سيكون له مردودا إيجابيا في اكتساب الرياضيين في الكويت لمزيد من الخبرات من خلال الاحتكاك والمنافسة مع المنتخبات الأخرى، وهو ما تسعى إليه الهيئة العامة للرياضة خلال الفترة المقبلة. مقترح الهيئة وجد ترحيبا وحرصا شديدا من قبل أمناء سر الاتحادات حول ضرورة دعم الحركة الرياضية بما يرتقي بها إلى المستويات المطلوبة والمشاركة في بطولات خارجية، مما سيكون له بالغ الأثر في نفوس الجميع. خل ابدا مع اخوي العزيز فهد نافع اتحاد الجودو، في رزنامه واضحه للمشاركات الخارجيه. انتم موقفين اول شيء كاتحاد، موقفين دوليا وآسيويا دولي. نعم، لكن هناك رغبه في المشاركه. طبعا رغبه بالمشاركه، لا رغبه من الاخوان بالهيئه انكم تشاركون. هذا اللي عرفناه من خلال اجتماعته طبعا، ولكن اللجنه الاولمبيه الدوليه هي بتسوي ايقاف على اتحاد الكويت الجودو بالنسبه لعالم الكويت في البطولات المحافل الدوليه. ما في بطولات أعتقد اللي هي الغير معترف فيها، مثلا نقول البطولات العربية، البطولات العربية والخليجية نقدر نشارك فيها لأنها مو تحت مظلة اللجنة. تقدرون تشاركون فيها؟ نقدر نشارك فيها ولكن هي البطولات الآسيوية والدولية اللي تحت مظلة الاتحاد الدولي الجودو هي اللي موقفين فيها احنا. شنو البطولات اللي نقدر نشارك فيها مرة ثانية؟ الخليج، البطولات الخليجية والعربية. تقدر نقدر نشارك فيها بالعالم الكويتي. عندكم رزنامة للمشاركات القادمة في البطولات؟ في رزنامة في بطولات الحين، في بطولة في إن شاء الله في شهر 11 بطولة الأندية العربية في مكة. بس طبعا هذه أندية راح يرفع علم النادي مش علم الدول. نعم. والمنتخب؟ المنتخب إن شاء الله في مشاركات عربية قادمة. متى؟
في ان شاء الله بشهر 12 ممكن في بطوله عربيه للرجال ونتمنى احنا نقدر نشارك فيها. طبعا يعتمد على دعم الهيئه. يعني احنا حاليا في الاتحاد الكويتي للجودو ما عندنا المدربين طبعا بدون رواتب من تقريبا من شهر 6 و7. اللي حسب ما سمعنا ان الاخوان بالهيئه داعمين اي مشاركه اذا كانت تحت العلم الكويتي والدعم موجود راح يكون. نتمنى نتمنى ما اخذت وعود من الهيئه؟ لا لا لحد الان ان شاء الله. قاعد اقول لك نتمنى البطولات قادمه الحين وهو صراحه الهيئه اللي سمعناه انها راح تدعم اي منتخب يشارك تحت في العلم الكويتي في البطولات العربيه. امس كان في اجتماع الهيئه مع الاتحادات. اي فالهيئه اعلنت الحين دعمها للمشاركه في البطولات الخليجيه والعربيه. لكن اي بطوله خارجيه اسيويه او دوليه تحت العلم الاولمبي على الاقل يعني احنا لو بنقيس على كره القدم استاذ ابو عامر يعني الواحد يقول اوكي على الاقل عندي بطولات اشارك فيها. نعم يمكن مو بطوله اسيويه لكن على الاقل عندي بطوله خليج، بطوله عرب، بطوله اسلاميه اشارك فيها كمنتخب. وان شاء الله يعني خلينا نقول البطولات الثانيه ممكن الواحد بعد رفع الايقاف. لكن الحين بالوضع الحالي اذا عندك بطولتين، كم بطوله قلت؟ العربيه حاليا في تقريبا 4 بطولات بالكالندر مال العربيه. هل اللي هو لا اي فئه الناشئين السنه طبعا اخر السنه على السنه الجايه القادمه. طبعا فئه الناشئين الشباب الرجال توزع. الخليج طبعا تاتي هي بالصيف كانت ما شاركنا فيها. خلينا نشوف هناك العاب القوى استاذ حسين، شنو الرزنامه اللي عندكم؟ والله احنا بالنسبه لمشاركاتنا احنا ما علينا اي ايقاف لا دوليا ولا عربيا. اتحاد العاب القوى ما علينا اي ما شاء الله ما شاء الله يعني. خير لهم ما شاء الله اللي قاعد يشوفونا بعد لا يوصلهم المسج ويوقفونكم باكر. لا لا هذا الموقف معلن بس شيء غريب. لا يعني حتى البطوله الاسيويه الاخيره لعبنا وارتفع علم الكويت ورقم اسيوي جديد وذهبيه وفضيه وتاهل بطوله العالم. لكن كان في مع رفع العلم تذاكر اي تاهل بطوله العالم الكويت يعني نزل بالتوب ليست. اخوي يلعب رسمي باي مكان اي عادي يمثل الكويت يمثل علم الكويت. حلو اللاعب. لكن كان في خلل ما شاركوا اللاعبين كان تاخير بصر التذاكر. يعني كان لان الوقت كان ضيق يعني ما نحمل هذه المشكله لاحد يعني يعني هي بظروفها فما لا. لكن تأهلوا ونزل اسمهم وحتى نزلوا بالتصفيات الاثنين. لعبنا بطولة العالم بشهر 7 في بولندا 3 لاعبين متأهلين بطولة العالم للشباب. الحين اليوم سافر الوفد في بطولة ماليزيا الدولية أكبر يعني هذا ختام ألعاب القوى الأسيوية. نعم. المحفل الأسيوي هذا البطولة المفتوحة هذه دولية يعني طبعا ممكن يعني اغلبهم اسيويين لكن ممكن انه يلعب لاعب من اوروبا ولا لاعب من امريكا. فالامور يعني سليمة اتحاد العاب القوى. لا ايقاف احنا من سمعنا عن حالة لاعب اللي هو اعتقد اليوحة. ايه تم ايقافه؟ لا ما تم ايقافه. اليوحة يعني الاتحاد الدولي خاطبنا انه راح يشارك في الاولمبيات. الاولمبيات الاخيرة؟ ايه نعم. 4/7 خاطبنا والكتاب موجود اذا تبي تشوفونه موجود عندي. خطاب من مدير المسابقات في الاتحاد الدولي في اتحاد العاب القوى. اي العاب القوى الدولي اتحاد الاي دبليو اف خاطبنا ان هذا اللاعب في سباق 110 متر تأهل موجود ما عندنا اي مانع انه يشارك. حلو. تأهل برقم ولا وايت كارد دعوه؟ تأهل برقم بالاسيويه الكوتا. حلو. لانه من ابطال اسيا احنا عندنا نظام اللي يطلع الاول قاري يتاهل تلقائي إيه ما ينظرون حق الستاندر. ايوه يعني اي بطل قاري لا مكان في بطوله العالم فاتحاد العاب القوى يعني مثل اليد نظام اليد اذا طلع الاول هذا يروحون الاول والثاني يروحون اي يروحون مباشره إيه. يعني البطل الاسيوي يصعد الاول يروح على طول فاتحاد العاب القوى اي فيانا كتاب 4/7 ان اللاعب يعقوب اليوحى يشارك في هذا وعلى اساسه خاطبنا الهيئه والهيئه مشكوره يعني الهيئه الرياضه وقائمين عليها على راسهم المدير العام الشيخ احمد المنصور والدكتور بوضاري حمود فليطح ما قصروا على طول طلعوا معسكر انه يشارك. صحيح. على اساس كتاب من الاتحاد الدولي صادفنا 4/8 الاتحاد الدولي نفسه خاطبنا يقول لك انه تم منعه من اللجنة الأولمبية الدولية.
تم منعه. اي لان البطوله هذه تم منعه من اللجنه الاولمبيه الدوليه. اللجنه الاولمبيه الدوليه لان هذه البطوله اليد العليا حق اللجنه الاولمبيه، يعني تشرف عليها اللجنه الاولمبيه الدوليه. انت اوكي، انت الامور الفنيه عندك، انت تحدد الستاندر، انت تحدد عدد المشاركين، انت تحط التارجت، لكن انا اقول من يشارك. فاليد العليا لهم. صحيح. فباربع ثمانية قالوا لا، ما مع ان هذا تناقض مع موقف اللجنة الأولمبية الدولية من قرار الاتحاد الدولي للألعاب القوة بالذات في موضوع اللاعبين الروس. اللاعبين الروس، الاتحاد الدولي للألعاب القوة اتخذ قرار بعدم مشاركتهم ومنعهم جميعا من المشاركة. مع هذا الاتحاد الدولي اللي كان اللجنة الأولمبية اللي كانت ترغب مشاركة الروس لأسباب اقتصادية بحتة، نعم، مع هذا ما قدرت تفرض رأيها في هذا الموضوع. لأن اثنينهم قوايا، يعني أنا نتكلم بواقع اللجنة الأولمبية قوية والاتحاد الدولي، بس الاتحاد الدولي يعني اللجنة الأولمبية عندها بطولة واحدة كل أربع سنين. يعني الاتحاد الدولي يشرف على البطولة. الاتحاد الدولي ما عنده أي خبر إنه والله ممنوع إنه يشارك. الاتحاد الدولي بالنسبة لا، دولة الكويت مو موقوفة، مو موقوفة. يعني ما في سبب. وقفك في حلم اللاعب في أولمبياد البرازيل يا وقفك. أخي العزيز شنو السبب إنه يوقفني؟ يعني ما عنده سبب إنه يوقفني، سبب يعني. ما في سبب انه يتم الايقاف علي، ما في سبب، ما في ضرر وقع على العاب القوى الكويتيه على ممارسه اللعبه في النشاط في الكويت. وقع يعني انا بدلت رئيس الاتحاد واحد حكومي حطيته ولا الجهه الحكوميه المشرفه يعني علي قالت انه بلغي نص مسابقاتك. ما في تدخل فني يعني، لا يعني الواحد يفكر ان حالك حال الاتحادات الاخرى يعني اللي توقفت على تطور العاب القوى، على وجود العاب القوى بالكويت ما يقع ضرر. فاتحاد الدولي لالعاب القوى يعني اتحاد قوي. هو السؤال يعني هل وقع ضرر على الاتحادات الثانيه اللي توقفت؟ في ضرر أنا ملموس؟ لا مو هذا السؤال ابراهيم، انا هذا اللي لا اسمح لي، مو هذا السؤال. لا اذا في ضرر، لا مو هذا السؤال، لانه يقول ما وقع لنا ضرر ليش نتوقف. اللي تفضل فيه حسين هذا المنطق، لكن السؤال شنو سوت الاتحادات الثانيه اللي تبحث ما الضرر اللي وقع عليها؟ هل تحركت الاتحادات الاخرى علشان ترفع الضرر عنها اللي وقع من الاتحادات الدوليه ومن اللجنه الاولمبيه الدوليه؟ الحين دورك يعني هذا لازم. اكو امر غريب انا قاعد اسمع الان، سمعته من مدير الفني للاتحاد الجنوبي اللي هو انه احنا اكو كالندر معروف خليجي وعربي مو ممنوعين منه. يعني احنا صار لنا سنه قاعد نخدع. شلون؟ ليش تخدع من كل الاتحادات مو اتحاد الاهلي؟ من شهر 10/2015 وقع علينا الايقاف الى اليوم احنا ما سمعنا ان اكو اتحادات تقدر تشارك خليجيا وعربيا، واللجنه الاولمبيه اللي تم حلها ما تطرقت لها الموضوع، بل كانت تتاكد ان احنا ما نقدر نشارك، وكانت تدعو الاتحادات الى اجتماعات في جمعيات عموميه، والاتحادات تعلن ان هي تحت الضرر وتحت تدخل حتى نمنع. بس وحتى البطولات الدوليه قال لك ما عليه. انا ما اتكلم الان عن البطولات الدوليه. انت تقصد ان في بطولات ممكن الواحد يشارك احنا قاعد نتكلم عن البطولات اللي نقدر نشارك فيها. واللي تفضل فيها الاخ ان اكو بطولات عربيه وبطولات خليجيه، واكو اجنده من شهر 10 وتفضل وقال الحين طافتنا بطوله. خليني اوضح لك انا جايلك اسمعني ورد عليك. اي ياخذ على ماشي. يعني معناته اكو اتحادات تعمدت ان تخفي حقيقة ان نستطيع المشاركة وفق المنظومة الخليجية او العربية لمآرب اخرى. حلو، هذا اتهام خطير. اولا احنا بطولة الخليج اللي طافت الهيئة ما اعطت الاتحاد دعم، احنا نقدر نشارك بس ما في دعم. شلون انا اشارك بدون دعم؟ انت انا اوضح لك انه يعني انا عندي الخليج اللي طافت ما كان في دعم من الهيئة. بس كنت تقدر تشارك. أنا أقدر أشارك الآن بعد قرار الهيئة، أنه القرار الهيئة توا صادر أن نقدر نشارك عربياً وخليجياً. خليجياً عربياً مو تحت مظلة الاتحاد الدولي. أنت تمنح متى؟ تحت مظلة الاتحاد الدولي. الاتحاد العربي الجودو والاتحاد العربي الجودو والخليجي مو تحت مظلة الاتحاد الدولي. إحنا منعنا من الاتحاد الدولي. لكن اللي خذيناه او الانطباع اللي خذيناه، وانا اقول لك يعني يمكن بكارم متفاجئ وانا من الناس متفاجئين ويمكن الناس اللي قاعد يتابعونا متفاجئين ان في بطولات نقدر نشارك فيها كمنتخب ما كان عندنا الخبر. شوف بوضح نقطه. قول. بعد حل اللجنه الاولمبيه قبل شهر ظهرت امور على السطح. طبعا. ممكن عبد الكريم يوضح نقطه. في
السابق يمكن من شهر 10 العام الماضي من تم ايقافنا كانت كل الاتحادات تقول لك يعني ما نتكلم عن اتحاد معين كلنا كواس عالم كل الناس والاجتماع اللي تم في بدايه السنه في اللجنه الاولمبيه من الجمعيه العموميه نعم. في مشاركه 2016 اي نعم ما كان في مشاركه نهائيا بعد حل اللجنه الاولمبيه هني أن تفقد السيطره على الجمعيات العموميه خلينا نتكلم بشفافيه صح ولا لا؟ لكن فعليا فقدت السيطره اي نعم فقدت فعليا جت لجنه معينه اداره اتحاد كشفت الاوراق اكتشفنا ان فيه تقدر تشارك خليجيا تقدر تشارك عربيا اوكي انا اشارك عربيا هذه نقطه تدري شنو تفيدني فيه؟ ترك الازمه الرياضيه، الازمه الرياضيه مستمره ولا نضحك على نفسنا نقول انها تنحل بالسهاله يبي لنا خطوات على ما تنحل لكن انا هني حطيت ضرر فني علي اوكي انا عندي ازمه اداريه عندي ازمه ايقاف عندي ازمه ايقاف نشاط بغض النظر لكن كنت اقدر او المسؤولين اللي كانوا في اللجنه الاولمبيه السابقه ليش توقف منتخباتنا خلي المنتخبات تروح تلعب خليجيا انت عندك مثلا ايقاف الاخ عنده ايقاف انا عندي ايقاف خلينا نشارك خليجيا خلينا نشارك عربيا انت في الجانب هذه خليت لاعبين يلعبون يمارس مو توقف منتخباتي سنه كامله مستويات احسن ايه لذلك احنا نقول لك في ايقاف وفي ازمه ما نختلف عليها والحل صعب مو سهل ما نضحكها لكن عندنا لازم ناخذ حلول انك منتخباتنا تشارك خليجيا تشارك حتى لاعبين يشاركوا متى طلع الكلام هذا؟ بعد حل اللجنه الاولمبيه بين ان في مشاركات اي نعم ممكن وفي امور راح تظهر قدامي يعني. حتى في بعض الاتحادات لا لا خل اتجه حق اخوي فهد انتم يعني كاتحاد جودو هل كانت هناك ممارسات انه والله نخفي هذه المشاركات؟ لا طبعا ما كانت ما في بالنسبه بالعكس الاخ واضح نعم احنا طلبنا من الهيئه احنا طلبنا احنا نطلب خليجيا وعربيا نعم. حتى بالنسبه دوليا اللاعبين ما يقدروا يشاركون عندي لاعبين الحين يعني حاليا نقاط التاهل الاولمبيات لازم تجمع نقاط على طول اربع سنوات صحيح طبعا انا ما حد يقدر يشارك عندي على اساس اجيب نقاط في الاسيويه او البطولات الدوليه انا عندي بطولات دوليه كل شهر تقريبا بطولتين جراند سلام وجراند بري لكن انا بالنسبه لمتحت بطوله الخليج احنا شاركنا حتى اول العام وجابت الكويت الاول نعم وكل سنه نشارك وحتى على حسابنا الخاص يعني حتى العام صارت مشاركه على حساب الخاص من تذاكر ومن مصروف ومن تبرع من رئيس الاتحاد والرفع العلم الكويتي فيها احنا نتكلم عن الدوليه انا قاعد العام اللي شاركنا لا. وجبنا لا انا اتكلم بعد الايقاف من بعد اكتوبر هل اعلن الاتحاد بان عنده بالصيف. قدره للمشاركه الخليجيه والعربيه احنا الان متى نقدر نشارك احنا الهيئه اعلنت رسمي ان نقدر نشارك في البطولات الخليجيه احنا خاطبنا الاتحاد العربي والاتحاد الخليجي احنا نقدر نشارك نرفع العلم لان هم مو تحت المظله لما قالوا لنا بس عشان نوضحها اكثر يا ايك ابو كارب بس عشان نوضحها اكثر هو مو موضوع هجوم الحين على الاتحاد الجودة او اي اتحاد او اي اتحاد اخر او اي اتحاد احنا نتكلم عن الجمعيه العموميه اللجنه الاولمبيه بالضبط لكن احنا الخبر اللي عندنا يا ابو كارب الخبر اللي نعرفه ان من بعد الايقاف ما في اي مشاركه خارجيه لاي اتحاد خارجيه سواء خليجيه عربيه اسلاميه لا انا عارف انتم ما حاجكم الايقاف لا نتكلم عن الاتحادات اللي تم ايقافها ابراهيم الانتقائيه تردنا المربع الاول نتكلم عنها بكل صراحه صحيح احنا تكلمنا عن دور المكاتب التنفيذيه واعضائنا الكويتيين اللي موجودين هناك اليوم لما نسال شوف الاعضاء او الاتحادات اللي تشارك اليوم انا اشك ان في كويتيين في الاتحادات الاسيويه في الاتحادات اللي قاعد تشارك عربيا وخليجيا او اذا موجودين ملتزمين الحياد ما هو يمشون نفس مسار الاتحادات الاخرى للعقوبات ومراقبين الاحداث عن كثب هذه الجمله حفظناها في خلال السنه واي امر يصير وتهديدات يعني اليوم ايش اللف وندور ترى الامر سهل يعني بالنهايه اليوم ما عندنا لاعبين محترفين برا الكويت ما سمعنا عن حكم حكام المستقبل بالاتحاد الاسيوي قبل كم يوم استلم وتخرج واستلم شهادته ما قالوا انه ممنوعين المدربين في امكانيه مدربين ان يشاركون في دورات تدريبيه امور كثيره قاعد تنكشف لنا بعد ما استلم الاتحاد مو يقولون ان الفيفا والاتحاد الاسيوي اليوم قاعد يخاطبون الاتحادات الاسيويه عدم مخاطبه الاتحاد الكويتي وعدم الاعتراف فيه. اعتقد الفيفا قاعد يخاطبكم الفيفا قاعد يخاطبنا الحين الفيفا في كتب قاعد ترسل لنا وموجودة عندنا وقاعد نرد عليهم ومنتظرين إنه يردوا لنا يعني في عندنا شكوى محمد زعبية وردينا عليهم نستطلع الرأي بشكل أكبر ننتظر ردهم أرسلوا لنا عن موضوع الرانكينج والتصنيف في الشهر الماضي أرسلوا لنا عن موضوع النزاهة وترشيح أحد من الاتحاد الكويتي للنزاهة
بحنا يكون موجود في موضوع النزاهه والتلاعب في النتائج اللجان هذه. طيب ارسلوا لنا يعني اكثر من كتاب ترى موجود عندنا، واحنا ما قاعد نهملهم، قاعد نرد عليهم. وفي يعني موضوع حمزويه في هذا ما طرح ولا حد تكلم عنه، كان في تاريخ 24/8 قبل حل الاتحاد بيوم، وفي تكلفه على الاتحاد الكويتي ترى في غرامه في 48,000 فرنك سويسري على الاتحاد الكويتي على هالجانب، وما تطرقنا له. احنا ردينا نستطلع الراي في البدايه نشوف رايهم. اليوم ما ادري يمكن حتى الاخوان في مجلس الاداره يزعلون علينا ليش اني تكلمت في الامر، وممكن لغايه ما ننتظر رد، بس الشيء بشيء يذكر اليوم. صحيح. لما نقول على الاتحادات الكرويه وانها ممنوعه وانها لا، بالعكس انا اعتقد اليوم نطالب اخواننا الاتحادات الخليجيه والاتحادات العربيه والاسلاميه اذا في بطولات وهي بطولات غير معترف فيها على مستوى الاتحادات الدوليه، لا والله اليوم احنا لنا حق عليكم ان تسمحوا لنا ان نشارك، لان بالنهايه ما راح يحوشكم شيء، احنا عارفين انه ما في لان هي مو معترف فيها اساسا، الا اذا بنتكلم على مستوى كاس العرب. كاس العرب تقام مره وتغيب 8 سنوات، وتقام مره وتغيب 8 سنوات، وبالنهايه ما يشاركون فيها كل المنتخبات العربيه، تقتصر على 8 إلى 10 فرق يشارك. انت ممنوع من كاس العرب؟ مو عن سالفه ممنوع، انا قاعد اقول لك هي بالنهايه الاتحاد العربي والاتحاد الخليجي بامكانهم يتخذون القرار وتشارك. انت اليوم تتكلم، هم شو اللي يخافون الاتحادات؟ يقول لك ان انا على مستوى الاعلامي تغطيه، وعلى مستوى النقل التلفزيوني تغطيه، والاخبار كلها توصل والامور. طيب انت يعني هم فيها تناقض هي، بس هذا دوركم. لا ابو لا انا قاعد اقول لك اليوم دورنا، انا دوركم هذه موجوده، تتجهون الاتحاد العربي موجوده، الاتحاد الخليجي موجوده، قاعد اقول لك ليش انا قاعد اقول لك انا اشدهم اليوم، انه يعني اليوم احنا ككويتيين نطالبهم بحكم الاخوه ان يكون ويانا في هالموقف. نعم نعم نطالب ان نشارك، احنا ما بنحرق الاجيال اللي موجوده حاليا، لان هذا الجيل الحين الجيل اللي في المنتخب الاول السن العام جيل مفترض انه يعني نص الجيل اللي موجود راح ينتهي بعد سنه سنتين راح يشارك. صح. ومفترض انه في ختامه ان نعطيه مجال انه يشارك، عندنا اجيال اهم، عندي انا الاهم استعداد لاولمبياد طوكيو، منتخب الشباب مواليد 97، اذا طافتني هذه ال4 سنوات هذه مشكله عندي، منتخب الناشئين نفس العمليه عندي، كاس اسيا وبطوله الخليج، منتخب البراعم والصغار كاس اسيا. بس انت ما فبالتالي انت الحين ابو مرزوق اذا شاركت راح تأدي المنتخبات اللي بتشارك، هل انا عليهم عقوبات؟ هل انا اوقف وطوفني كل هالتصفيات اذا تم السماح لي اني العب بعد سنه مثلا، ولا انا استمر واحط الخطه نفس ما الاخوان في الهيئه قدموا لنا ان احنا نستمر ونحاول؟ طيب. اليوم احنا لا، انا اقول لك احنا الاتحاد عندنا استراتيجيه واضحه، مطلوب مني انا في اللجنه الفنيه مع اخواني اعضاء اللجنه ان نقدم استراتيجيه واضحه وشقالين على هالامر، ان راح نشارك في اكبر مناسبات سواء محليه. شنو المناسبات؟ كل اي البطولات العربيه والخليجيه والبطولات الخاصه المجمعه. شنو الرزنامه؟ متى مواعيدهم؟ عندنا شوف عندنا يعني تبي تتكلم كاستراتيجيه عامه اعطيك انا رؤوس اخرى، نتكلم عن المدى العام، المدى البعيد والمدى القريب. المدى القريب اي بطوله موجوده لاي مرحله راح نشارك فيها، راح نسعى ان نشارك فيها. على المدى البعيد لا والله عندنا استراتيجيه منتخب تحت 14 سنه اللي هي نواته من البراعم والصغار، ان هذول نفكر فيهم ان نشركهم في بطولات، اذا ما في بطولات نحاول نطلعهم معسكرات تدريبيه، نحاول نخليهم يحتكون ويشوفون الاجواء، ان هذول الجيل هذا اللي انت تبني عليه الاساس اللي يغذي لك الرياضه والكره الكويتيه لسنوات قدام. بالضبط صحيح. ابو ابراهيم الواحد يقول ابي اروح سكواش، يقول ان موقف الاتحاد الاسيوي ورئيس الاتحاد الاسيوي يقدر يعلق جمعيه عموميه بعد اقل من نص ساعه من اجتماعها علشان شخص، وهذا مع كامل احترام التقدير له، شخص عزيز علينا ودولة شقيقة يمثل دولة شقيقة، لكن علق جمعية عمومية لشخص واحد تم إيقافه من الاتحاد الدولي وما التفت لمستقبل أجيال كاملة في دولة شقيقة، يعرف شو موقفه. هل هو مطلوب منه أن يراعي مثل هالأمور؟ طبعاً مطلوب بدون شك، هذا 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 أقل واجب يقدمه تجاه دولة شقيقة مثل الكويت. نعم. إذا 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 رئيس الاتحاد كان من البحرين الشقيقة وما يوقف في موقف مثل هذا من الكويت، ليش يعني شنو الفرق بين الكويت وبين قطر؟ ليش كان هذا الموقف وبهالشكل هذا وتصريحات وغيره؟ طيب أبو كارم، خل اتجه حق الاسكواش، عرفت الوضع اللي احنا قاعد ندردش فيه. نعم احنا طبعا عربيا وخليجيا شاركنا في ابريل سن العام وسن 15. طبعا الميزانيه الاتحاد من ميزانيه الاتحاد شاركنا،
طبعا عندنا الحين في بطولة 19 و 15 في قطر، دعم من الهيئة بعد الاجتماع أمس مع أمناء السر، فراح يروحون 4 أكتوبر يشاركون في بطولة الخليجية في قطر. الإيقاف أزعج الكثير، ومنهم اللاعب عبد الله المزين. كلنا نذكر. مو بس عبد الله المزين. لا عبد الله يعني. عبد الله مثال بالاستواش. إيه نعم. بالوقت الحالي. عندنا. فبعد أعتقد اجتماع الجمعية العمومية للفيفا والاستمرار الإيقاف، عبد الله معنا لاعب استواش أعلن اعتزاله. في لاعبين انزعجوا. في لأن هذا جيل مهم. لاعبين دوليين يعني مو بس مثل عبد الله، بس طبعا اللاعب الاسكواش إذا ما شارك في بطولات دولية تصنيفه راح ينزل، راح يخسر نقاط، فمن ذلك التصنيف ينزل. مثلا عبد الله كان تصنيفه على العالم 35 وصل 31، يعني السنة ما يشارك تصنيفه أكيد راح ينزل. وبعدين نفس الشيء لاعبين ثانيين غيره اعتزلوا. ما اعتزلوا يعني ما شاركوا دوليا، صار لهم سنة. في امور تعملونها انتم كاتحاد، يعني نشوف الحين اتحاد القدم يمكن كلام ابو مرزوق انه في يعني في خطه انه يعملونها اتحاد الاستواش. طبعا لنا خطه، احنا في بدايه موسم عندنا دوري وكاس الاتحاد وعندنا 3 بطولات مفتوحه، انها ناهل اللاعبين زين. حتى الموسم هذا ما شاركوا برا. تتكلم عن بطولات محليه؟ معسكرات. لا لا، انت تتكلم عن بطولات خارجيه. بطولات خارجيه كلام عن رفع الايقاف. شنو سويتوا رفع الايقاف؟ ما سويتوا شيء. ليش تسمح؟ شنو السبب يا ابو مرتضى؟ شنو السبب ان الواحد ما يعني ما يسعى في الموضوع؟ يعني سمعنا يمكن العاب القوه قال احنا ما جانا ضرر عشان كذي ما توقفنا. انتوا حسيتوا بضرر كاستواش؟ يعني كل اتحاد دولي له سياسته يعني ومدى قوته يعني. ايه لكن الفكر واحد. لكن الفكر واحد. لا ما هو يعني انا ما يوقفني عشان والله في تدخل، وعند ابو مرزوق في تدخل ما يوقف. الانظمه تختلف، النظام الاساسي لكل اتحاد دولي يختلف. يعني احنا ياتنا يعني في 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 ما يخالف في اتحاد العاب القوه ما عنده مشكله اذا كان في تدخل حكومي. شنو التدخل الحكومي؟ بالضبط هذا سؤالي. انا 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 اوضح لك، في تغريد سنوي انال ريبورت انا اكتبه كل سنه ادزه. يعني في اسئله يسالني الاتحاد الدولي يقول لي المبنى هذا مؤجر ملكك حكومي، قاعد اقول له حكومي ايراد انكمينج، منو اللي يعطيك يعني وش عندك؟ قاعد اقول له 90% من الحكومه. اخر شيء اقول له تدخل، ما انا قاعد اقول لك السنه انه هم معطيني المبنى معطيني كذا والإيراد إنه 90% من إيراد حكومي. قال لك من يراقبك ماليا؟ ما يتدخل بالأمور هذه. الاتحاد الدولي عندنا ما من يراقبني، بس يتدخل بالأمور. بس يدري إن الحكومة تصرف عليك. هي شلون؟ شوف دائما الاتحاد يدري إن الحكومة اللي هي التغرير السنوي يروح لك. التغرير السنوي بكار. الاتحادات في أغلبها دائما تسعى الى ان انت تكون مستقل بالجانب الفني، تكون مستقل بالجانب مشكلته الاداري الاداره ان انت ماكو احد قاعد يسيطر عليك داخل ادارتك، لكن الاشياء الثانيه لا يمكن ان احد يتدخل فيها. والدليل ان كل الدول اللي حوالينا تعلن يا رجل عن التعيينات، تعلن عن طريقة الانتخابات، تعلن عن 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 إطالة. كل هذا ولا نسمع أن أحد تحرك ضدهم. الاتحاد الدولي لكرة القدم أنا قلتها قبل سنوات وعدتها والآن أرد أكررها، قضية عدم التدخل الحكومي هو محاولة مكشوفة لحماية الفساد اللي داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم. واتحاد الجودو نفس الاتحاد الدولي للجودو نفس الشيء في فساد. بالإضافة إلى إلى إلى, إلى المنظمة الأكبر الفاسدة اللي هي اللجنة الأولمبية. الحين أنت خليت الكل فساد، ما يخالف مكارم يعني الحين اتحاد الجودو موقفك، اتحاد الجودو موقفك الدولي، اتحاد الاسكواش موقفك، كلهم فساد. لا في أولاً اتحاد الاسكواش، العفو أستاذ، اتحاد الاسكواش لعبة غير أولمبية، فأصلاً أمر مستغرب أنه يخضع
لإرادة اللجنة الأولمبية. أمر مستغرب جدا أن يخضع لإرادة اللجنة الأولمبية وهو غير لعبة غير أولمبية ولا تشارك في الأولمبياد أصلا. ومع هذا الحين أنا سألت الأستاذ قدامك وقلت له هل سعيته؟ وقال لا. هذا واحد لكن موقف موقوف اتحاد. هذا اول يعني اتحاد الاسكواش الدولي فاسد. انا بمشي على منطقك بمشي على منطقك. لا 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 فاسد. 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 انا اقول لك شغله او ضعيف. انا اقول كل فاسد ما نقول فاسد احد يقدر ينكر فساد الاتحاد الدولي لكره القدم؟ احد يقدر ينكر؟ لا لا الامور واضحه. احد يقدر ينكر فساد اللجنه الاولمبيه الدوليه؟ احنا نتكلم عن قضايا موجوده بالساحه يعني موجوده موجود. اذا انا مو بس سؤال بس سؤال ما تجيب كلام من عندك لكن لما تعمل بالمقابل انا اروح على اتحاد الجودة والاستواش نفس الحال. خلنا نكمل اتحادات الباجيه. خلنا نكمل اتحادات الباجيه. اذا الحين بناخذ اتحاد الجودة لا قبل لا تكملهم خل اسمع سلطان ياك راح اكمل. مشكلتهم على الاولمبيه الدوليه صح. اتحاد سكواش يجب ان يسال هذا السؤال. اوكي ما عندنا مشكله مع الاولمبيه الدوليه صح. اتحاد سكواش ما يدخل الاولمبيه الدوليه. شنو علاقتك؟ احنا توقفنا. انت رئيس اتحاد سكواش او من سر او جمعيه عموميه صح. خاطبك لان ما لي شغل فيك انت مشكلتك. بس اطلع من الموضوع. خلينا نتكلم بالعامه. اطلع من الموضوع. ليش اتحادنا هني اتحادنا الكويتي اتحاد الكويت يرسل كتاب يقول انا غير معني وما في تدخل حكومي عندي يرفع الايقاف. في مشكله ما نقول لك ما في مشكله. نقول يا جماعه في ايقاف في عندنا ازمه وحلها مو سهل وفي تاثير. لكن بعض الاتحادات مو معني في الموضوع. ليش تدخل؟ يبا باختصار اعطيك اياها باختصار. سوري ابو كاظم يبا الاتحادات احنا مو هجوم ترى مو هجوم. احنا شنو مرزوق عفوا ما انا بقول كلمه بس تاكيد لكلامك واعطيك الاتحادات. التفاهم التفاهم باللجنه بدري بعض التفاهم الاتحادات اللي اوقفت الباكس شغال عندها. الاتحادات اللي ما اوقفت الباكس عطلة عندها. لا 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 تبسيط تبسيط لذلك لا انا خلنا نوضح لان هناك اتحادات دوليه تابعه وضعيفه يعني هذا تاكيد يعني الكلام انا قاعد اتاكد كلام يعني الكلام تطرق حق مثال هذا مثال هذا هذا قصدي الرياضيين هذا قصدي يعني انا اقول لك قصتهم هذول كلامي الاتحاد الغير موقوف يعني ممكن يكون الاتحاد قوي لذلك وما سمح لاحد يتدخل في شغله لذلك احنا لازم نطرح هذا تاكيد كلام عفوا تعطيل الفاكس عفوا تعطيل الفاكس عندكم سبب ان انتم اغوياء بالاتحاد لا لا مو الاتحاد المحلي انا اكلمك عن الاتحاد الدولي الرياضي انا اتكلم عن المحلي تدخل رئيس رئيس روسيا واللجنة الأولمبية قالت كل اتحاد شوف المراوغة كل اتحاد يبي يا أخي عندكم مركز المنشطات سقط كل العالم قاعد تأخذ منشطات وانت قاعد تزور صحيح كل الرياضات وعدد كبير وعدد كبير نعم. البطولة اللي وراء البطولة اللي وراء قالت اللجنة الأولمبية الدولة كل اتحاد كيفه يبي يلعب يبي يلعب اتحاد ألعاب القوة قال ما يلعب ما يلعب صح. البطوله ما ذويت مو بوتين لو منوي ما يلعب إيه. لذلك هذا في يعني سؤال اليوم يعني قوه الاتحاد اترك الـ 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 الاشخاص اترك الازمه بعض الاتحادات المعنيه في اللجنه الاولمبيه الدوليه شاركوا دي الاتحاد العاب قوه بعض الاتحادات اللي مو معني في ازمتنا دخل نفسه طرف سواء خلينا نتكلم مثل بصراحه كم سكواش موجود الاخر لا عفوا السكواش كانت بطوله العالم عندنا 2015 شهر 11 وقفوا زين وقفوا ايش حقه لانه ما في دعم من الهيئه اي ما اتكلم عن دعم لا اتكلم عن المشاركه اتكلم عن الاولمبيه مخاطباتنا من الهيئه اوكي مخاطباتنا من الهيئه من الهيئه الحين رفض البطوله عندهم موقوفين شلون من الهيئه زين اذا ما حصلنا دعم من الهيئه شو احنا نقيم البطوله في الكويت انت ما قيمت البطوله ليش تقول انا موقف شلون تقيم البطوله لا 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 قبل الايقاف يعني عشان موقوفين لا لا احنا كانت بدايتها يعني كنا منظمين حتى الاتحاد الدولي يو شافوا ملاعبنا أوكي. عندنا مركز سكواش مركز عالمي استاذ طيب عبد الهادي بس عشان نوضح الصوره استاذ ما يخالف بكار اتحاد السكواش تم ايقافه ولا ما تم ايقافه دوليا؟ لا تم ايقافه لان متى تم ايقافه؟ السكواش تحت مظله اللجنه الاولمبيه الكويتيه حتى اللجنه الاولمبيه العربيه فشلون احنا شلون تحت اللجنه الاولمبيه الكويتيه واحنا ولعبه السكواش مش لعبه اولمبيه مو تحت مظله اللجنه الاولمبيه الدوليه اوكي وشلون تطلع؟ شلون تطلع؟ من وين تاخذ الدعم؟ انت منو اللي موقفك؟ اللجنه الاولمبيه الكويتيه وقفتك؟ لا لا الاتحاد إيه؟ موقف الاتحاد الدولي للسكواش الاتحاد الدولي خليك من اللجنه الاولمبيه عندنا بطوله بطوله العالم لحظه اسمع
كانت بطولة العالم عندنا شهر 11. نعم. اسحبوها الاتحاد الدولي. ليش؟ ليش؟ لأن المشكلة الإيقاف. أي إيقاف؟ الإيقاف الدولي صح؟ الدولي آه. ماشي. معناته أن الاتحاد الدولي للسكواش وقفنا بناءً على قرار اللجنة الأولمبية الدولية. إيه نعم. أنتوا كاتحاد كويتي شلون ارتضيتوا أن الاتحاد الدولي وقفك بناءً على الإيقاف الدولي من اللجنة الأولمبية؟ وأصلاً الاتحاد الدولي للسكواش لا يخضع. بس احنا خاطبنا الجهات المعنية، خاطبناهم. خاطبتوا الجهات المعنية؟ منو الجهات المعنية؟ اللجنة الأولمبية، الهيئة، ما شفنا دعم. مو المعنية، أنت تخاطب الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي للسكواش. أوكي، هم يخاطبوننا زين. هو وقفك. الدعم شلون؟ أي دعم؟ يعني اليوم انا عاقبك البطوله بتقيمها شلون؟ انا عاقبك معلش. لا ما حلو. لا خلنا البطوله بطوله العالم بتقيمها. لا لا عفوا ابو ابراهيم، اليوم انا عاقبك، انت تروح تلجا حق سطام تقول له شلون اشيل الايقاف، ترجع لي انا تقدم لي كتاب وتقول لي انت وقفتني بدون حجه وبدون موقف لان احنا ما نخضع للجنه الاولمبيه الدوليه. فرض هذا على اي اساس؟ على اي اساس وقفني الاتحاد اللي انت وقفتني عليه؟ فرض انت تطمح، انت قلتها في بدايه حوارك، قلت احنا ما سعينا لرفع الايقاف، انت رحت حق الهيئه ورحت حق اللجنه الاولمبيه، ما هم متضررين من الامر. لا الاهم من هذا السؤال، معناته انت تقول يعني معنى كلامك اللي الان قاعد يفهمونه للمشاهدين بان لو انت محصل دعم مادي كانت البطوله اقيمت وما عليك ايقاف. صح. ها صح، معناته ان الايقاف تم لان انت ما عندك دعم. ما في دعم. مو لان اكو تدخل لا حكومي. لا لا مو تدخل حكومي. ها. الاتحاد الدولي سحب البطوله. اوكي ليش سحبها؟ لانه ماكو دعم. في كتاب بس عشان ننهي الموضوع، في كتاب الاتحاد الدولي للسكواش بايقاف الاتحاد الكويتي، في كتاب يعني وصل الاتحاد الكويتي كتاب. بس انا راح اكلمك عن البطوله اللي عفوا الجزئيه الاهم الحين، البطوله بطوله العالم. ايه طيب. بطولة العالم عدوا. اي نعم. منظمة من الاتحاد الدولي للسكواش. اي نعم. ما يوفر دعم لكم؟ لا. ولا مو شيء. مو بس الاتحاد الدولي يوفر الدعم. بطولة رسمية. طيب. زين. طيب. والبلد اللي يقيم عليه البطولة ما في دعم؟ ويوقفك؟ خلاص. لا اقول لك شيء. لا انا اعتبر تدفع اشتراك انت. يا رجل لعبة السكواش فيها اتحاد الدولي اللي دائما يسعى انه يشارك في الدورة الأولمبية ولحد الآن ما تم قبوله، وهناك اتحاد تجاري يعني ينظم بطولات، وهذه واحدة من الأشياء أصلاً شاهدناها بالكويت. حلو. صراع بطولات يتم. صحيح. في من اتحادين، اتحاد اللي يتبع اللاعبين المحترفين اللي هو بشكل تجاري أكثر، واتحاد آخر. لا هو ذاك يمكن اختصرها لك. لا ذاك الدولي العالمي والدولي. شكرا. ذاك الاتحاد العالمي غير. ماشي خلنا الاتحاد الدولي اللي يعني تقدر تنظم وفق الاتحاد العالمي انت؟ لا 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 لا. ليش؟ لان هم ذيلاك لاعبين دوليين عالميين غير. احنا مو عضو في الاتحاد العالمي، احنا عضو في الاتحاد الدولي. اي واحد فيهم؟ شو الفرق بينهم؟ شو الفرق بينهم؟ الاتحاد العالمي نفس الملاكمه صح ولا في المجلس العالمي؟ المجلس العالمي نفس التنس. طيب الاتحادين نظموا في نفس السنه بطولتين. لا التنس الارضي غير. ما يخالف عبد الهادي، ما يخالف، خل ناخذ بعض التغريدات ونريح بس الاخوان شوي. انت يمك مكارم الله يكون بعونك. اخونا عايد الروضاني مسي عليكم بالخير واكيد سعيدين بمشاركتك، يقول يجب عزل كل من تواطأ مع الإيقاف المنتمين للاتحادات سواء محلية خليجية عربية وآسيوية. أخونا خالد العنزي يقول، خالد الفضلي يقول، هناك كتب ومراسلات يا كابتن فيما يخص اللاعبين والمدربين عادي تندز الكتب. أخونا هاني بوكارم للحين ما تغير كله مراضي. صح كله مراضي. قول طالب ترشيح الفيفا والله. إذا قول حق هاني إذا أنت راضي على اللي قاعد يسوونه الاتحادات فينا فأنا ذيك الساعة برضه. فاضل رد لحظه، خل ارد على خالد. لا ارد عليه عشان واحده واحده تجمع. قول قاعد اقول لك طالبين يعني من الاتحاد الكويتي اللي مرشح لهم مرشح مكارم. لا يصير حد جانبي. في عندهم برنامج في الفيفا، برنامج النزاهه لمكافحه التلاعب، طالبين من الاتحاد الكويتي بقبل تقريبا 10 ايام الكتاب واصلنا ان نرشح لهم احد من الاتحاد الكويتي يكون ممثل الكويت في هذه اللجنه.
يعني هذا مو لاعبين ولا مدربين بعد. ماشي اخونا فاضل يمسي على الكابتن الكبير فهد نافع ابو عامر منور الشاشه ونساله هل بطوله فردي الشباب راح تتاجل ولا بنفس موعدها؟ لا راح تتاجل. راح تتاجل ليش؟ بالنسبه بسبب مشاركه الانديه في البطوله العربيه في مكه ان شاء الله. وليد الانصاري مسي عليك بالخير. احد الاخوان يقول سؤال الاخ فهد نافع، ما هو السبب بعدم مشاركه منتخب الكويت للجودو قبل شهر بطوله الخليج، واذا تمت مشاركه اي مركز خذيته؟ قلت انا قبل شويه ما كان في دعم مادي، ما كان في دعم من قبل هي. يعني هذه بعض الاسئله. اخونا متعب يقول لي يعطيك العافيه، اتمنى يتم نقل برنامج الاستديوهات القناه الثالثه لترشيد الكهرباء. الحين على هالساعه ونص ترشيد الكهرباء، لكن ان شاء الله راح ننتقل عشان بعد مكارم مؤذي على الطاقه الشمسيه. اي ما شاء الله، يعني بعض الاخوان يحب يركز بتفاصيل معينه. في شكوى من نادي القادسيه على كاس السوبر، هذا خبر يمكن انا سمعته قبل الهواء، ما اعتقد انه الخبر موجود. الكثير من الاخبار عند بومرزوك بعد التقرير لنعرضه. في استاد جابر الدولي اقيم اجتماع تنسيقي بين الانديه التي ستقام مبارياتها في هذا الصرح مع اداره الاستاد والاتحاد الكويتي لكره القدم وممثلي وزارتي الداخليه والصحه. اتوقع ان اليوم اجتماع مهم بالنسبه لنا احنا كتجهيز حق المباراه اللي جايه. المهم فيها ان اللجنه التنسيقيه الموجوده الان تعرفت على المعلومات اللي عمليه دخول وتسهيل مهمه الجمهور ودخول اللاعبين والحكام حق المباراتين هذيلا، لان راح يصير عندنا مباراتين في نفس اليوم. نقاط عديده تمت مناقشتها خلال الاجتماع، منها التنظيميه والفنيه، والتعاون كان واضحا بين الانديه واداره الاستاد التي بدورها سخرت جميع امكانياتها من اجل نجاح التنظيم. تم التنسيق مع اتحاد كره القدم واداره استاد جابر على تنظيم مباراة الاولى في الدوري اليوم الاربعاء ان شاء الله، وتم التنسيق وحطينا النقاط كامله عشان ننظم دخول الجمهور للملعب، كذلك دخول الدعوات، وعندنا كلاعبين يعني باصات اللاعبين دخولهم في اي بوابات، وهذا تدري استاد جديد وكبير لازم التعليمات هذه، وبادره حلوه من الاتحاد انه يسوي التنسيق قبل المباراه. بالنسبه للسابقات هذه مشكله، وانا تكلمت فيها مع الاخوان في الاجتماع، ان احنا النادي تقريبا 4 سنوات متتاليه ما لعبنا ولا مباراه على ملعبنا، فكلمته بخصوص الشعارات الفيفا واللي تكون موجوده في داخل الملعب، فقلت له احنا يعني النادي الوحيد اللي 4 سنوات ما لعبنا، فهذه مو موجوده عندنا، فيا ريت تساعدونا فيها. فما قصروا الشباب موجودين في استاد جابر بالموضوع هذا. بعد هذا الاجتماع استاد جابر ينضم رسميا الى الملاعب التي ستقام عليها مواجهات دوري فيفا هذا الموسم. لبين الشوطين علي حسن. مشكور يا علي حسن على هذا التقرير. شويه نتجه معكم لكره القدم، اللي اذا كانت في توضيحات معينه. ها انا الاتحادات في توضيحات، لان بنروح شويه قدم. انا بالنسبه لي لحد الان يعني الاخوان مصرين على ان الدعم الحكومي او الدعم المادي باستثناء طبعا اتحاد العاب قوه هو اللي كان يمنعهم او هو اللي منعهم. يعني هني نسمع من بطوله العالم بالسكواش وقفت لانه ماكو دعم مادي. وهذا خطا طبعا، وهذا خطا. الجودو ما اشترك في البطوله السابقه الخليجية. لأن ما في في دعم مادي، وهذا ايضا خطا. طيب السؤال، هل تم الطلب طلب الدعم مع توضيح بان المشاركه ستكون تحت العلم الكويتي، ولا والله يا جماعه تعالوا احنا موقوفين ونبي نشارك؟ اذا انت تقول ان انت قبلها يعني قبل شهرين ثلاثه اربعه تعلم الهيئه بان انت موقوف، وبعدها تيجي بثلاث اربع اشهر ولا تقدم كتاب ترى انا عندي بطوله بشارك فيها. طيب ما انت قايل لي ان واضح انت موقوف. واضح انه في شيء ما كان واضح بالفترة. انا ما عندي تعقيب، انا عندي نقطه ودي اوضحها في عجاله. في تطور صار في بالرياضه في الكويت، يمكن احنا يعني انا حسيت فيه بصراحه، وحسيته في اللاعبين. المخصصات الماليه، الجهد اللي بذلوه
القائمين في مجلس إدارة الهيئة والأشخاص الوظائف القيادية بالهيئة. نعم. إن كانوا قبل 35 كنا نتأذى مع اللاعب في المعسكرات والبطولات قصدك 35 المعسكر اللاعب سكنه بشنو أو أكله شنو؟ هذه مصروف وسكن سكن إيه؟ ألعب بشنو؟ أجر الملعب أوكي يعطيني أجار الملعب يعني أتنقل معاه شلون؟ الحين لما عطى اللاعب 70 أنا لاحظتها بالمعسكر بولندا ومعسكر ألمانيا سكن أحسن فندق كلا أحسن أكل تطوروا عند اللاعبين قبل كان في اعتذار عن المعسكرات الحين ما يعتذر يقول طيب انا اروح ارتاح قبل طيب. طيب. يعني هذا الله. تطور ايه؟ انت يعني ملموس ما قاعد نتطرق له يعني ما حد يتطرق وهذا له تاثير كبير ترى يعني الدعم المالي وهذا هذا دليل يعني هذا دليل كلام خاصه في الالعاب الفرديه دليل ان الهيئه قاعد تعمل قاعد تطور قاعد تحاول ايه بس من يقدم لي استراتيجيه من يقدم لي برنامج واضح وما قدمنا خطه اللي نفذوها للامانه يعني شفت شلون اذا اقول لك يعني حتى احنا لما تكلمنا قدمناها لما كلفونا في الامر اول شيء طلبوا منا ولا يناقشونا فعليا قبل لا نطلب يعني. منهم دعم مالي قالوا لنا قدموا استراتيجيه واضحه برنامج واضح واحنا راح ندعم اي استراتيجيه نشوف انها ناجحه او برنامج ناجح ومرزوق تدري ان اللجنه الاولمبيه السابقه مجلس اداره اللجنه الاولمبيه اللي تم حلها طلبت منا بكتاب رسمي الخطة الخمسية أو الخطة الاستراتيجية إذا كانت موجودة الرد كان بأن أنتوا قبل لا تسألونا عن الاستراتيجية مشوا إحنا عندنا إيقاف ومشوا لنا الفلوس اللي واقفة عندكم ومش عارف إيش وبعدين لا إحنا ما عندنا استراتيجية ما رد لا عنده استراتيجية لخمس سنوات سابقة ولا لخمس سنوات قادمة هذه اللجنة اللي مسيطر عليها من 25 سنة اللي نبي نأكد عليه أبو كارم احنا اليوم سمعنا يمكن من الأخوان في الجودو أن كانت هناك بطولة خليجية ما تم إقامتها بسبب عدم خلينا نقول عدم المشاركة فيها توفر الدعم لأن عدم توفر الدعم الهيئة نتمنى الرد من الأخوان في الهيئة ندري هذه بطولة أي شهر كانت شهر ثمانية ونتمنى الأخوان بالهيئة يعطونا الخبر أيضا الاسكواش كانت في بطولة وما كان في دعم بالهيئة أي شهر؟ شهر أبريل بس إحنا شاركنا من الاتحاد يعني ميزانية الاتحاد أبريل بس في عندنا بطولة أنت قلت في بطولة انلغت لا ما انلغت بطولة العالم العالم في 2015 شهر 11 شهر 11 ما كان ما في دعم الهيئه ايوه حلو انا هالسؤالين بس انا اوجههم للاخوان بالهيئه ونتمنى يكون في رد اللي نعرفه بس حاليا بعد اجتماع امناء السر حلو في دعم وراح نشارك في اكتوبر في قطر ان شاء الله ما شلون في اكتوبر راح نشارك في قطر ان شاء الله بطولة شنو هذه بطولة خليجية بطولة الخليج يعني تشاركون نعم. على المستوى الخليجي لأن رئيس اللجنة التنظيمية من الكويت وليد الصميعي رئيس اتحاد الاسكواش بالكويت فيعني عمل أن المنتخب الكويتي يشارك جزاه الله خير نتمنى أخونا وليد نوجه له التحية ونتمنى أكثر من وليد وأكثر من اتحاد يعني وبعد قرار الهيئة الآن راح نشارك في البطولات الخليجية والعربية يعني هم قالوا كل الحين إن شاء الله أنهم راح يدعمونا يعني ان شاء الله هذا اللي عرفنا هناك تعهد ما دام علم الكويت يرفع في هذه الخطوات راح يكون في بس احنا في المشكله الان المدربين المنتخبات الوطنيه ما في مدربين يعني عندي بالجودو كلهم الموجودين في الجودو الان عمل تطوعي صار لهم الصيف كله يعني من توقفت عقودهم فقعدهم يدربون يعني حلو نتمنى يكون عندنا اكثر من وليد نفس ما قلت في مكاتبنا التنفيذيه في اكثر من مكاتب التنفيذيه في الاتحادات الاسيويه بالضبط يعني الرجل يسعون. وليد نوجه له التحيه كرة القدم شكوى من نادي القادسية على مباراة السوبر ما تبي تعلق على التغرير اللي حطيته وش تغرير حلو على الشكوى تغرير حلو هايك على مباريات اليوم هو مشكلة يعني انديتنا الجماهيرية لما يكون في كتاب مرسل لكمبوكارم وسطام يدرون لما يكون في كتاب مرسل للاتحاد يتم الإعلان عنه وماخذ جوه قبل لا يوصلنا الكتاب لكن استغرب يعني في القادسية أرسلونا أكثر من كتاب أكثر من كتاب نعم اعتراض على مشاركة برقان اعتراض على عودة المحترفين الأربعة هذا كتاب ثاني طبعا كتاب المحترفين في عدة بنود اعتراضات على تعديل اللائحة
ايضا اعتراض بعد النهائي بعد السوبر بيوم، وصلنا كتاب ان يطالبون احتجاج رسمي، احتجاج ان في قلب النتيجه لمصلحه نادي القادسيه 3-0 وقبول الاحتجاج، لان الكويت اشرك 4 محترفين اثناء المباراه وهذا ما يخالف اللوائح. طيب احنا صدرنا لكم اللوائح، احنا اول قرار اعلن عنه عوده المحترفين 4 بعد استلام مجلس الاداره في اول مؤتمر صحفي. ايضا بعد، بس هو محتج من البدايه على موضوع، طيب هو محتج بس احنا اعلنا، هو محتج ان ما يجوز ولا نملك الحق في ان كلجنه ان احنا نتخذ القرار. طيب انا عدلت اللوائح وعدلت نظام الدوري، حددت انطلاق البطولات، ايضا مددت فترات التسجيل. اليوم لما اعطيت المحترفين كان الامر عايم بالنسبه لي، بالنسبه للتي ام اس والتسجيل، وكان 8-11 وموضوع الكود وعدم استلامنا لموضوع التي ام اس عشان نسجل المحترفين. بعد ما تاكدنا من خلال الانديه، لان ايضا تي ام اس واضح، كل نادي عنده النظام واضح، عنده عداد يبين لك كم يوم باجي، تضح لنا دوله الكويت بنظام التي ام اس اخر موعد ديدلاين اللي هو 16/9، فبناء على احنا مددنا لغايه تي ام اس، ما تجاوزنا الموعد، يعني حددنا ايضا المعلومه قبل 8/9، اعطيناهم وقبل المعلومه اكتشفناها، يعني قبل 8/9 بيومين ومددنا. واضافه الى هذا كله اوجدنا حل من خلال براءه الذمه لتسجيل المحترفين، عشان ما تدري ما تقدر تخاطب، لان لحد الان تي ام اس استلمناه بعد الديدلاين. شنو موقف يعني الشكوى القانوني؟ للاسف الاتحاد السابق سلمونا عن طريق ما حضروا في مخفر في تاريخ 20 بعد او في تاريخ 18 بعد الانتهاء فتره الايقاف، سلمونا تي ام اس الكود ماله. خذيته الشكوى، رجعني حق شكوى نادي القادسيه على شكوى نادي القادسيه ان عدم راح تتم مناقشتها، راح تتم مناقشتها. اليوم وصلت الشكوى، انا كلجنه مسابقات راح اقول لك انا التزاما باني انا بعد تعديل اللوائح وقرار مجلس الاداره اليوم الامر واضح، لائحيا الكويت فايز وما عفوا الاحتجاج غير مقبول شكلا ومضمونا، غير مقبول اي، لان انا بلغتك وهذا اول قرار اعلن، ولائحيا نفس الشيء، بالاضافه الى هذا كله يعني بكارم، للاضافه هذا كله انه يعني وصلت اللوائح وصلت الامور. انا اتكلم عن رايي كلجنه، بالنهايه القرار لمجلس الاداره يتخذ قراره في انه رفضه او ثاني شغله. خلينا نتكلم مثلا على احتجاج نادي برقام، مشاركه نادي برقام. نادي القادسيه احتج على مشاركه برقام بسبب انه قرار مو من الجمعيه العموميه، صح ولا انا غلطان؟ صحيح. اساسا مشاركه نادي برقام تمت بقرار مجلس الاداره مو من الجمعيه العموميه، لذلك استندوا عليه الاخوان القانونيين انه يحق له ايضا استمرار مشاركته من قرار مجلس اداره. اذا انت بتتكلم بالقانون تلزم بالقانون. لا احنا مخاطبه من نادي برقان رسميه، بناء عليها احنا طلعنا كشكه لجنه مسابقات، اكتشفنا ان النادي جاهز للمشاركه وما عنده اي يعني جماعه اتكلم عن 177 لاعب شارك، وسبق انه شارك في السنتين الماضيه. بالاضافه هذا كله استنادا على ان مشاركتهم السابقه في 2014 كان في قرار مجلس اداره بتاريخ 10/7/2014، انا استندت على هالجانب، بالاضافه الى ان رفع الامر ايضا في ملف الرئيس في الجمعيه العموميه، في اول جمعيه عموميه راح تعقد، راح ايضا يناقش الموضوع للتاكيد على هذا الجانب. طيب خلينا ننتقل لانطلاق الجوله ان شاء الله اليوم. اخونا فيصل ابو عباس يمكن يدخلنا في هذا الموضوع، يقول لك توقيت المباريات متاخر، ان الجو حلو لكن التوقيت متاخر، وفي احد الجولات 7 مباريات بيوم واحد، ليش مو نفس قبل الجمعه والسبت دوري والثلاثة الكاس؟ أولاً أنا يعني اليوم إحنا حددنا مواعيد انطلاق البطولات، 28/9 بطولة الدوري، 1/11 بطولة كأس ولي العهد، 10/1 بطولة كأس الأمير، وكان يعني في اتفاق عام في مجلس الإدارة على أن هذه التواريخ ما نحيد عنها ولا نغيرها، راح تكون واضحة بالنسبة للأندية. نعم. أيضاً تم اجتماع بتاريخ 1/9 مباشرة بمدراء الفرق الأولى، وعرضنا عليهم الرزنامة، راح تكون مضغوطة في اسابيع تكون مضغوطه وفي اسابيع مريحه. بالاضافه هذا كله يعني لما جينا حطينا الجدول عندنا في فدي لابد ان نوقف، لان في لاعبين دوليين بيشاركون مع منتخباتهم، حتى لو كان لاعب واحد لابد انك توقف بالفيفا دي. عندي 27 يوم فيفا دي. اليوم انا بكل بساطه الاسابيع المتاحه عندي اني العب فيها 33 اسبوع. في المقابل الاسابيع اللي مطلوب العبها 52 اسبوع. يعني عندي عجز 19 اسبوع.
فبالتالي لابد اني اضغط. ناهيك عن امر مهم ان اليوم انا ما يصير ابلش الدوري في جوله وثلاثة عشر راح يكون عندي اللي هو فيفا فيفا دي، فبالتالي انا مضطر العب في تاريخ 2 اكتوبر مباشره بعد العب جولتين اوقف شكليا للدوري حتى يريح لك الدوري شوي. انما تبدا جوله وتريح اسبوعين بعدين ترجع مره ثانيه، يعني انا حتى خصوصيه الدوري اللي بنعطيه خصوصيه في نهايه الموسم راح يكون مستقل، يعني بننهي الكؤوس شهر 2 كاس الامير ينتهي، وشهر اخر السنه راح ينتهي كاس ولي العهد، طبعا تحديد بناء على ديوان سمو ولي العهد وديوان الديوان الامير يحددون لك المواعيد، ولكن احنا نقترح لهم المواعيد بشكل عام. فبالتالي احنا مضغوطين وراح نخلي الدوري لانه في هبوط الموسم الجاي ودوري درجتين، في منافسه قويه راح تكون، لا تنسى الحافز المادي ايضا راح يكون موجود بالنسبه للحصول على لقب الدوري. استغريتوا على المبالغ؟ ها استغرينا على المبالغ واللي تم اعلانها في بدايه الموسم، لان احنا اللي عرفنا ان هذه المبالغ او المكافآت للمراكز الثلاث الاولى على حسب اذا كان في دعم الهيئه لهذا المبالغ. لا مو شرط، احنا عندنا راعي رسمي وكنا نتكلم في السابق ونقول فلوس الراعي الرسمي وين كانت تروح؟ الإضافة يعني أمور كثيرة كنا نتكلم أن الأندية ما كانت تستفيد، ولكن اليوم أنت من خلال الراعي الرسمي من خلال أيضا الرعاة الرسميين، أنت شفت بالسوبر كان معنا 5 رعاة رسميين، فبالتالي من خلال الحصول أيضا هذا يمكن مفترض أن خلال الموسم إذا قدرنا نجلب أكثر من سبونسر ويانا راح يكون هذا أيضا نجاح يحسب للجنة. تكلمت كأس السوبر ما دفعنا شيء، بالإضافة إلى أن ما كل كأس السوبر إحنا ما دفعنا ولا دينار ولا الهيئة دفعوا دينار، ترى لحد الان كاس السوبر كاس السوبر لا احنا دفعنا دينار ولا هي دفعوا دينار. اللي تشوفه كاس السوبر من هالتنظيم كله وهاللي صار وهالميداليات وهالسيارات الجوائز كلها بناء سبونسر، اشتغل صح تحصل رياضه صح. يعني كاس السوبر ما كلف الاتحاد؟ لا كلف الاتحاد ولا هي ولا دفعنا ولا دينار، دفعنا 70 دينار حق برينتر طابعه ترى على فكره ايه؟ على فكره لحد الان احنا صار لنا يعني ما كانت في ميزانيه، احنا اللي نسمع في ميزانيه بالمئات. لا صار لنا كاس السوبر تنظم خلال شركات الراعيه سبونسر، اشتغلوا اخوان في لدى التسويق، اشتغلوا اخوان في مجلس الاداره، اشتغلوا الاخوان في المسابقات الفنيه، اداروا العمليه في شركات. انت كاس سوبر من هاي يبي لك كم مبلغ فلاني جبته نظم السوبر، يعني السبونسر هو اللي احنا اللي غطينا تغطى بس السبونسر اذا جاء عمل. انت استلمت الاتحاد خلال شهر لحد الان ما استلمنا ميزانيه وقاعد نعمل الحمد لله نظمنا السوبر من اروع يعني يكون موجود سبونسر، فبالتالي يعني قادرين على سد ان الجوائز من خلال السبونسر. ايضا عندنا جوائز تحفيزيه كثيره راح نعلن عليها مع اثناء الدوري، جوائز تحفيزيه. نعم تشجيعيه. خلينا ناخذ صوب الاعلام ابو مرزوق شوي، مو صوب الاعلام مو زين مع الاعلاميين يا ابو كار، منع المنسقين الاعلاميين من مرافقه الفرق، والامس عملوا مناشده الاخوان المنسقين الاعلاميين ان يكونوا متواجدين، ليش يتم منعهم ويكونوا موجودين بالمدرج المنسق الاعلامي؟ أنا أعتقد هذا قرار سليم 100%. إنه ما يكون موجود. نعم. سبب. لأن المنسق الإعلامي يعني أو وظيفة المنسق الإعلامي بالكويت مو مفهومة لحد الآن للقائمين عليها. تلاقيه هو يعتقد نفسه الناطق رسمي باسم الفريق. هو اللي يبي يتعامل مع منسق الإعلامي، ينسق ما بين الجهات الإعلامية وفريقه بشكل كامل. طيب بالمبارات أنا ما أحتاجه كإعلام، إحنا كإعلام ما أحتاجه برض الملعب بين مثلاً بين الشوطين أو بعد المباراة أنطره والله ينزل. أولاً ينزل أولاً. لا بس بعد المباراة على طول أنا أحتاجه أقل من دقيقتين. ما تحتاجه على الدكة. بس مع نهاية المباراة بكارم في بعض المباريات الجماهيرية الكبيرة وجود الأمن مسكر البوابات أنتظره لما ينزل لي من الملعب. إيه لأن راح يكون مكانه. شنو الضرب؟ أنا الحين بس أنا عنصر فرعون. أنا بالنسبة لي وهذا كلام كنت أقوله من زمان. المنسقين الإعلام مو كلهم علشان لا يزعلون. والله مو كلهم علشان لا يزعلون. لكن أكثر من 70% من المنسقين الإعلاميين لا يعرفون وظيفتهم ويشكلون عالة وعائق أمام الإعلام مع فرقهم. اصلا ما يحق لمنسق الاعلامي انه يتحدث باسم الفريق. شو ما يحق له؟ ما يحق له، هو منسق على هواك اعلامي، هو منسق ما يتعلى على هواك ولا يتعلى مو على هواي. انا توقعت تبي رد غير هالرد من بكارة. لا ما ابي غير هالرد. اي صحيح انا قاعد اتكلم بالمنطق. انا اقول لك
اسمه منسق اعلامي ولا ناطق رسمي؟ حطه ناطق رسمي وذيك الساعة احنا يا رجل كل الاتحادات العالمية كل الأندية العالمية كلها موجود عندهم منسق الإعلامي. وين هذا؟ وين هذا؟ وكارم انت انت البطولات ما حد يعني مو راضي على الكل. هل هل سمعت هذا وانت معرس؟ ما مفروض تسوي كل كله مو راضي كله مو عاجب. لا ترى طلع على فكرة اسألك سؤال ابراهيم، انت الان قاعد هل سمعت يوم من الايام، وهذا الاخوان هل سمعت يوم من الايام في اي دولة وفي اي دوري وفي اي نادي وفي اي فريق تصريح للمنسق الاعلامي، المنسق الاعلامي مو الناطق الرسمي، المنسق الاعلامي؟ احنا عندنا هني الصحفي او الاعلامي يبي المدرب ولا يبي اللاعب يمنع ويقولوا له لا والله الامر عند المنسق الاعلامي، والمنسق الاعلامي هو اللي يصرح. يصرح اخذ تصريح، تبي التصريح من المنسق الاعلامي؟ لا لا ما يصرح. انا ما مر علي منسق اعلامي يصرح باسم الفريق، ما صار، لكن يعطيني اخبار الفريق. لا لا يعطيني اخبار الفريق. حلقة باكر او الحلقه اللي انت تكون فيها ان شاء الله راح ادز لك ملف كامل ب تصريحات المنسقين الاعلاميين. انت تكلمت عن جزئيه انا ابين لك ابو مسعود، انت انا سمعت ردك على موضوع المنسق الاعلامي. انت قلت والله احنا حبينا نخفف الدكه عشان اذا صارت اشتباكات او صارت مشاكل ان الدكه تكون خفيفه. انا خفيف. انا هذا اللي سويته. انا نقصت انت خلاص لازم افهم شغله. انا نقصت اهم عنصر في الفريق اللي هو اللاعبين. بدل ما كان المدرب عنده خيارات 12 احتياط خليتهم 7. ترى على مستوى العالم كله. انت يعني انت شايف في مشكله من المنسق الاعلامي يكون موجود بالدكه؟ انا اتكلم بس المشكله أتكلم عشان ما نقول والله ابو مرزوق قاعد يشوفه ماخذها شخصي. انا لا لا ابدا والله. انا تكلمت عن خمسه لاعبين شلناهم وقلصنا العدد. تكلمت عن اداري شلته. الجهاز الطبي سمحت انه يكونون 2، دكتور واخصائي علاج طبيعي، كان الخيار بين واحد من الاثنين. اللي هذا شلت المنسق الاعلامي. انا ما شلته برا الملعب، انا اسمح له يتواجد في الملعب قبل المباراه، اسمح له يتواجد بين الشوطين، اسمح له يتواجد برا المباراه. اثناء المباراه ما يتواجد لسبب، لان انا عندي اليوم مراقبين اداريين وعندي حكام في ابيهم يسيطرون على الموضوع. واكرر ثلاثة دكه في السابق 23. هذه قناعه عندك واضح. انا اساعد الحكام واساعد المراقبين الاداريين يسوون كنترول، اساعد رجال الامن يسوون كنترول. انت لما يكون عندك بالملعب توتال 68 عنصر، اي شراره تصير يعني معناتها انا لازم بس هي ما يتخصص الاعلامي. انت صحيح، انت لما تخفف عدد اللاعبين لما تقلل عدد اللاعبين اللي عندك اوكي، بس يعني انت مثلا بدال 12 سويتهم 7 عدد طبيعي، فأمر طبيعي اللاعبين موجودين. انت ما لغيت اللاعبين، لكن المنسق الاعلامي انت لغيته من الدكه. خل ارجع لك حق جانب ثاني. يقول لك انه والله هذه لوائح وتطبيق عالمي. ترى مو ملزمه اللوائح والتطبيق العالمي، احنا ما ملزمة. ما حد يلزم في النظام المحلي. أنا, حد أنا, انا كتنظيم اسوي اللي ابي. الدوري الانجليزي اليوم انت تقول لي 12 لاعب احتياط، دوريات الاوروبيه كلها 7 احتياط. لكن السؤال بمرزوق اقنعني، ليش هو ضرر؟ شنو ضرر وجوده؟ ضرر العمليه تحتاج تنظيم، تحتاج دورات معينه. تنظيم على شخص واحد يكون موجود؟ مو شخص واحد اوكي الاشخاص. انا اقول لك شلون، عندي انديه مسجله منسق اعلامي ومساعد مدرب عشان يدخلونه داخل، لان ما يمتلك بطاقه مدرب. هذا واحد. عندي انديه دخلت اداري بمنسق اعلامي واكثر من نادي على اساس يدخلونه، لان ما يمتلك المؤهلات والشهادات الخاصه في الاداري. عندي انديه دخلت مترجمين، عندي انديه. طيب اليوم سطام موجود في اللجنه الاعلاميه وتم الاتفاق وياه يمكن، وهذه فكرته، ان المنسقين الاعلاميين فيما بعد يتم عمل دورات خاصه لهم، لازم يعني لازم تتجاوزها، يكون عنده شهاده ملم فيها. طيب تفضل. يعني العمليه تحتاج تنظيم يعني فقط. لغير انت انا عارف ان عندك راي ثاني. اي لا لا شوف، انا بقول لك شغله، انا مو بصفتك مع التنظيم. التنظيم انت يوم جينا استلموا الاخوان اتحاد، صح لقينا مترجمين حاطينهم منسق، اصبح خانه المنسق الاعلامي قاعد تستقل. واتفق مع عبد الكريم واختلف معه جهتين. اتفق مع ان اغلب المنسق الاعلامي ما عنده خبره. شو المنسق الاعلامي هو اساسا؟ من اسمه منسق وليس متحدث. تدري شنو وظيفه المنسق اساسا؟ تنظيم بين اللاعبين والمدرب والجهاز الفني للتصريح وسائل الاعلام في المكزون اريا فقط لا غير. في التدريب يطلع الاعلاميين في حاله وجود تدريب مغلق. لكن اليوم احنا قلنا عمليه تنظيم، يمكن اليوم الاخوان في اللجنه الفنيه في لجنه المسابقات ارتأوا شيء، هذا راح ندرسه، وان شاء الله احنا ناويين شهر 11 او شهر 12 راح اسوي دوره منسق اعلاميين، وراح ان شاء الله من الموسم القادم ما راح نسمح
اي واحد يصير منسق اعلامي الا عنده شهاده دوره يا من الاتحاد الكويتي او اتحاد اسيوي او من الاتحاد الاسيوي. والله انا بعد اقول الفال ان شاء الله عقب منسقين اعلاميين ورؤساء الانديه انه يمنعوا من ترأس الاجهزه الاداريه وتواجدهم في ارضيه الملعب، اي رئيس نادي. طيب اخونا سامر المضحي يقول ابو ابراهيم ممكن تطلب من خالد الفضلي يطلع كتاب واحد من مخاطبات الفيفا للجنه المعينه واعضائها بالاسم وليس الاتحاد الكره الكويتي السابق. الفيفا يكتبون بالاسم الاتحاد الكويتي كره القدم. الاتحاد الكويتي بس عنده خبر الاتحاد، شوف تاريخه. احد الاخوان يقول اليوم الشمالي هادي، اليوم الشمالي هادي مو معصب، ليش مو من اطباعه؟ كل هذا هادي. ما تدري ايش حط على الطيب. وبعد احد الاخوان يقول من اللي قاعد يقدم البرنامج الشمالي ولا ابو ابراهيم؟ والله كلنا قاعد نقدم البرنامج كلنا، يعني احنا كلنا ابو ابراهيم وقاعد يدير الحوار باحسن ما يكون، اذا مو عاجبكم كيفكم. لا لا ان شاء الله عاجبهم، لازم يعجبهم. لازم يعجبهم. اخونا ايضا خالد العنزي يقول دوري باكر يبدي وفكونا من الاتحاد السابق والحالي، خلوا الناس تلعب بدون مشاكل. ان شاء الله ما في مشاكل، استعداداتكم اليوم الغد. اخونا محمد العميري، هناك اتحاد الجمباز لم يشارك في بطوله الخليج قبل شهر بسبب الدعم المادي. والله يعني قاعد نسمع اخبار الحين، انا مستغرب منها انه يعني كانت في مشاركات حق الاتحادات. انا اللي اعرفه انه والله موقفين. انا قاعد اقول كل الاتحادات الحين في نقطه مهمه قاعد قمنا نشوف ان الاتحادات مشاركه. هذا الجمباز عنده مشاركه خليجيا وعربيا، احنا كنا نتكلم دوليا موقفين مثل انا فاهم. لا لا دوليا العاب القوى مو موقف، لا لكن العاب القوى مو موقف دوليا. العاب القوى الوضع يختلف. هذا يختلف. انا ما يخالف ما يخالف سلطان، يعني الواحد يبي ياخذها بالمنطق. شلون يختلف اتحاد العاب القوى؟ ممكن اتحاد العاب القوى ما يتبع اللجنه الاولمبيه الدوليه. لا عليهم ما يرد عليهم الالعاب الكور ما يردون عليهم، ما ينجح ما ينجح البطولات الاولمبيه. هم اساس. شوف انا بقول لكم سالفه اولمبيات لندن، هذه للعلم يعني خذوها للعلم. اللجنه الاولمبيه الدوليه موقفه اول ما هم رادين عليهم. اول ما بدت فعاليات العاب القوى في لندن، في لندن اولمبيات لندن زادت مشاهده. يعني ما بحلف يعني بس حقيقه 2 مليون ما لقوا تذاكر يدشون، كانوا برا الاستاد. كل عام تبي العاب القوى معروف ام الالعاب مسميها. لا طبعا 2 مليون غطت على كره القدم. ذكرت نقطه مهمه بدايه البرنامج وجدا مهمه، قلت ليش يوقفونا واحنا مو متضررين؟ ايه ليش يوقفوني واحنا مو متضررين؟ انا هذا التساؤل اللي ذكرته المفروض الكل يسال نفسه. واكو سؤال اخر بعد. الاتحادات اللي ارسلت اقوالها في الجمعيه العموميه في مارس 2016 اللي كل اتحاد عبر عن التدخل الحكومي ومعاناته وارسل هذا المحضر الى الاولمبيه الدوليه، هذه الاتحادات سوت من شهر 10/2015 من الايقاف الى اليوم في سعيها علشان ترفع الايقاف عن نفسها. شنو سويته؟ شوف اليوم في نقطه مهمه ترى احنا متطرقين لها. المهم ما في شيء بالرياضه اسمه ان الحكومه تدعم من الالف للياء. اليوم انت تتكلم ان كل الاخوان تكلموا كله ننظر منظور رياضه، كل الاداريين ورؤساء الاتحادات يطلعوا يطالب بالاحتراف، يطالب باحتراف، يطالب بالخاص، خاصه يطالب، صح ولا لا؟ نعم. قبل الازمه تكلم قبل 6 سنين قبل ما تصير المشكله بيننا. المشكله خلينا نتكلم بيننا. لكن اليوم بتكلم الحكومه وقفت الايقاف، كل الاتحادات وقفت، وين دورك انت بالشركات؟ اداريا وتنظيميا الرياضه لا تقوم الا على ثلاث. ثلث نتكلم دعم حكومي اللي هو الاساس كمنشات كرواتب مدربين. الثلث الثاني يكون من خلال الشخصيات الداعمه. الثلث الاخير يكون من خلال سبونسر شركات الراعيه او النقل التلفزيوني، صح ولا لا؟ اليوم تتكلم انت ماكو شيء. اليوم احنا جينا مثلا وصلنا اتحاد، ممكن اخونا حسين الخضري واخونا خالد الفضلي كلموا تلفزيون الكويت قالوا نبي نقل دوري الصالات. طبعا تتكلم اذا تكلمت نقل تكلم في فلوس، ما في نقل ببلاش. الاخوان بالقناه هذا قالوا حاضر ننقل لكم. انتم ايضا اتحادات ثانيه كلها ما اشتغلت. لا لا في قوانين تمنع الاستثمار، تو نزل. لا لا مو الاستثمار. الاستثمار لا لا بس انا لو يعطوني اني استثمر. لا الاستثمار خلاص. مو الاستثمار. استثمار مبنى. لا لا شركات الرعايه. لا هو يتكلم ما في شركات ترعى. طيب وهذا يعني مشكلة كبيرة احنا نعانيها بالعب. انا عندي 4 ابطال عالميين، عندي ثاني على العالم، بطولة عالمية يعني دولية رسمية، البطولة مو بطولة عالمية او مجلس. صدقني بقول لك بطولة عالمية، علي الزنكوي الثاني ورقم الحين لو رايح الاولمبيات
كرقم ما نقول يعني 79 الاول بالاولمبياد 78 وين وين هذا منو يرعى؟ رئيس الاتحاد عندك او اعضاء الاتحاد. انا بقول لك شغله يا رجل، انا بقول لك شغله اسامي الشركات بالله اعتذارات، بقول لك شغله كل اعتذارات، بقول لك شغله يعتذرون سطام. لا لا بقول لك شغله، اجيب لك الكتب والله ما يعتذرون شركات بالكويت، والله ما يعتذرون. لا 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 انا بقول لك شغله، قول لا اله الا الله عند الكتب. انا انا ما انا صاير رئيس لجنه اعلاميه تسويقيه، انت قدم كلام قدم تنس طاوله سله كل البطولات الفرديه، والله ما دزينا البنوك الا الناس وافقون، واحد يرفض الثاني يقبل. احنا لا نتكلم على رعاية، نتكلم يا اخي العزيز رعاية. لما اجيب له عبد العزيز منديل بطل اسيا متاهل يكافئونه برا، وتوه بطل اسيا توه ورافع وصايد صايد الثالث على العالم الصيني. طيب خاطبنا شركه من الشركات دزت لي كتابات. اوكي وحده خاطبت، خاطب ثانيه ثالثه، شركات بالكويت 100. احنا لا احنا بعد مشكله الاتحادات كلها كره قدم، ان عندها اربع خمس شركات، يا هذه ترعى ولا ماكو رعايه. حلو لكم. عندنا اخونا فيصل عوض المنسق الاعلامي بنادي خيطان، بس ابي اقرا تغريداته لانه وجه لنا سؤال: هل حدثت سابقه بتهجم منسق اعلامي على حكم بالكويت؟ ونشيد باقتراح سطام بوجود دورات للمنسقين. يقول احنا دورنا يقتصر على كوننا حلقه وصل بين الفريق والاعلام بتوفير المعلومه وتصحيحها في بعض الاحيان وتسخير كافه الجوانب للاعلام. نشكرك اخوي فيصل على تواصلك، وعارفين احنا دوركم المهم، لكن عبد الكريم الشمالي كون فيكم اعلامي اليوم. عموما عندنا فقره تخص السوشيال، اهم الاخبار نشوفها مع بعض. ينطلق دوري فيفا بحلته الجديده اليوم وسط ترقب من الجماهير. مدرب المنتخب السعودي فان مارفيك يستدعي مهاجم الهلال ناصر الشمراني. الحكم بالسجن لمدة شهرين على مدافع نادي باريس سان جيرمان سيرجي أوريه. تقارير صحفية تؤكد حصول مدرب منتخب إنجلترا سام أردايس على رشوة بقيمة 400,000 جنيه استرليني. عموما كانت هذه ابرز الاخبار في فقره السوشيال. وصلنا معكم لختام حلقه اليوم من برنامج بين شوطين، اللي مثل ما ذكرناها بالبدايه وقلت المعلومه ان خرجنا برا العرف شوي للبرنامج واتجهنا الى بعض الاتحادات وبعض الالعاب غير كره القدم، لكن المشاكل موجوده، لكن في بعض التفاؤل وفي اخبار اول مره ممكن نسمعها بما ان احنا مركزين على كره القدم، لكن الاتحادات الاخرى والرياضات الاخرى اكيد لها دور مهم. اشكر الضيوف اللي تواجدوا معي خلال هذه الفتره، خالد الفضلي مشكور اللي تواجد معنا لكن راح يعني عنده ظرف معين، قلنا سطام السهلي مشكور، مشكورين يا على وجودك، اخوي فهد نافع مشكور، ابو عامر مشكور، معرسنا ابو كارم مشكور يا ابو كارم قواك الله، الله يقويك، مشكور. مرتاح ان شاء الله يعني مع هالتطورات هذه الواحد نقول يا رب يبدي يشوف بصيص امل ويبقى في ضوء في نهاية النفق المظلم بإذن الله. نشوف نهاية هالنفق هذا اللي من عرفتك وعرفتني وانت تقول لي هالنفق المظلم. عبد الهادي العريان مشكور استاذ، ايضا اخونا العزيز حسين عباس العاب القوة كل الشكر لك. انا شاكركم ويعطيكم العافية على اللقاء الطيب. الله، الشكر موصول لكل من تواصل معنا خلال هذه الفترة من برنامج بين الشوطين. نلتقيكم يوم الغد، مع السلامة.